بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبنائي بناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة القسم الأدبي، كل عام وأنتم بخير. النهاردة معانا ومعاكم مراجعة مادة التاريخ في برنامجكم المحبوب مدرسة على الهواء. بإذن الله إحنا متواصلين معاكم النهاردة لمدة ساعتين ومع بعض لمدة 4 أيام قبل الامتحان. خلاص إحنا بنستعد لامتحان آخر السنة، وبإذن الله هيبقى لينا نصيب كويس ان احنا نساعدكم في اجتياز الامتحان بالاسئله اللي هنقولها لكم باذن الله. وقبل ما نبدا مراجعه اليوم، اولا احب ان انا ارحب بالاستاذ عبد المنعم مصطفى. انا استاذ عبد المنعم، اهلا بحضرتك استاذ محمود. كل سنه وحضرتك طيب بخير، وابنائنا طلبه وطالبات الثانويه العامه طيبين وموفقين ان شاء الله في امتحان التاريخ. ان شاء الله يبقى ختامه مسك باذن الله. باذن الله يا ابنائي، بإذن الله يكون ختامها مسك، لأن دي آخر مادة ليكم، والتاريخ بإذن الله مش هيخوف. احنا عملنا معاكم مراجعات كبيرة جدا واستعرضنا أسئلة كتيرة جدا، والنهاردة بنكمل معاكم المراجعة لغاية ما جينا منكم اتصالات ونتكلم عن شكل الامتحان بيبقى ازاي. انتوا يعني مر عليكم امتحان علم النفس والفلسفة والجغرافيا. التاريخ عبارة عن ايه؟ التاريخ عبارة عن 4 أسئلة، كل سؤال من 15 درجة، يبقى درجة الامتحان من 60. هنشوف اولا مع الاستاذ عبد المنعم شكل الورقة الامتحانية، وبيبقى كل سؤال شكله ايه بالظبط، ونشوف مع بعض شكل السؤال الاول. استاذ عبد المنعم، السؤال الاول بالظبط، يعني مثلا هنقول هو 4 أسئلة زي ما حضرتك قلت، وكل سؤال من 15، والسؤال مثلا الاول الثاني الثالث الرابع. كل سؤال بيتكون من الف وب وجيم، وطبعا ألف ليه جزئيات وبه جزئيات وجيم جزئيات وهكذا في بقية الأسئلة. يعني لو استعرضنا مثلا شكل السؤال الأول، السؤال الأول يعني غالبا جرت العادة السنوات اللي فاتت كلها بيجي نمرة ألف تخير الإجابة الصحيحة من بين الأقواس الآتية. هنا بقى بترجع للجنة اللي بتعمل الامتحان. يعني أنا كنت دايما أعمل 3 أسئلة تخير الإجابة الصحيحة، ممكن واحد يزود نقطة تبقى 4 تخير الإجابة الصحيحة. يعني المهم يبقى نمرة ألف تخير الإجابة الصحيحة من بين الأقواس الآتية، وكل اختيار عليه درجة. نمرة به في نفس السؤال اللي هو السؤال الأول ممكن يجيب هنا مثلا إيه، ماذا كان يحدث إذا، ماذا يحدث إذا اللي هو رقم به بيبقى 1 و2، أو ممكن ما يقولش ماذا كان يحدث إذا، يقول مثلا إيه وما العلاقة، أو وضع العلاقة بين كذا وكذا، أو ما رأيك، أو ما مقترحاتك. كل ده بيجي في رقم به، يبقى انا بتوقع هنا في رقم به ماذا يحدث، او ما رايك، او ما مقترحاتك، او ما العلاقه. نمره جيم في نفس السؤال الاول بتبقى عباره بين قوسين، نمره جيم عباره بين قوسين، وفي ضوء العباره وضح. وضح بقى هنا ايه، بتشوف الاسئله اللي تحت العباره. يعني انا ما اتخضش من شكل العباره مثلا، لا، انا الواحد بيقراها وبعدين اهم حاجه اقرا الاسئله اللي هي تحت العباره. فبيجي تحت العباره غالبا 4 أسئلة، غالبا بيجي في ضوء العباره واضح عليها كم سؤال، 4 أسئلة. يبقى ده شكل السؤال الاول. السؤال الثاني نفس الشيء برضو 15 درجة، نمره الف في السؤال الثاني، ضع كلمه صح امام العباره الصحيحه وكلمه خطا امام العباره الخاطئه مع ذكر السبب في الحالتين. برضو بيجي مثلا ممكن يجي 3 صح وخطأ، 3 عبارات أو 4 حسب برضو اللجنة ما ترى. يعني نمرة به في السؤال برضو الثاني، ممكن برضو يجي ماذا يحدث، ما مقترحاتك، ما رأيك، ما العلاقة. نمرة جيم برضو بتبقى عبارة بين قوسين، وفي ضوء العبارة واضح، بيجي برضو عليها أكتر من سؤال حوالي 4 أسئلة. ده بالنسبة للسؤال الأول. والتاني التالت بقى استاذ محمود اللي هو بيبقى الف استاذ عبد المنعم في السؤال التالت بيبقى قارن، والمقارنه دي ابنائي بيبقى عليها تقريبا 6 درجات. يعني بيبقى في مقارنتين، مثلا معاهده ومعاهده، لجنه ولجنه، مؤتمر ومؤتمر، ثوره وثوره، مثلا معركه ومعركه، فرمان وفرمان او فرمان وتصريح، ممكن يكون مؤتمر ومعاهده، ممكن يكون قرارات اجتماع وقرارات اجتماع. هي القصه كلها ايه؟ ان بيبقى محدد لنا في المقارنه هو عايز ايه بالظبط، وكل مقارنه عليها 1.5، 4 مقارنات في 1.5 ب6.
بعد كده بيبقى عندنا استاذ عبد المنعم ما النتائج اللي في النمره به في السؤال الثالث، بيبقى به في السؤال الثالث ما النتائج، بيبقوا 3 في 3 ب 9 يبقى المجموع 15. السؤال الرابع بقى بيبقى متنوع. السؤال الرابع بيبقى دايما عندنا ألف بيبقى عبارة أو بيبقى بما تفسر، وبعد كده بيبقى فيه دلل وبيبقى فيه ما رأيك، وهنا بتختلف على حسب وضع الامتحان. لو ما كانش جاب ماذا يحدث يجيبها في الآخر، لو ما كانش جاب يعني هو ينوع بقى بينوع. المهم هنا أستاذ عبد المنعم في سؤال جالنا على الهوا، عقبال ما نبدأ نفتح التليفونات احنا بناخد مدة صغيرة عقبال ما أولادنا يجهزوا الأسئلة، احنا قدامنا تلت ساعة وهنفتح المكالمات معاكم. انا عايز بس اولادنا يعني ايه يركزوا في ورقه الاسئله يا استاذ محمود، يعني وبعدين ما يقعدوش يقولوا الامتحان ما اعرفش خرج بالامتحان ايه، انا عايز نركز يا جماعه في المذاكره في كتاب المدرسه او في المراجعات اللي الاستاذ مديها لك، وما نديش ودننا لحد تاني، ونبقى معتمدين على ربنا سبحانه وتعالى وعلى نفسنا، ما نديش ودننا لحد لا الامتحان هيجي لي لا الكلام ده كله اشاعات ليس لها اساس من الصحه. ممكن استاذ عبد المنعم الامتحان من الناس اللي هم السوشيال ميديا قايلين ده امتحان بكره، والطالب يركز في شويه دي اسئله دي ويكتشف ان ده امتحان مثلا السنه اللي فاتت او امتحان الدور الثاني، ويخش يلاقي الوضع مختلف نهائي. احنا بنقول ما تسمعش ولا تديش ودنك لحد، ذاكر كويس جدا واقعد سمع الاسئله والاجابات اللي انت راجعتها وراجع المنهج، قدامك اربع ايام باذن الله هيساعدك على اجتياز الامتحان. لان يا استاذ محمود ده تعب سنه كامله. تمام. يعني انا ما ضيعش تعب سنه كامله عشان انا شفت حاجه واحد يقول لي ده اللي جاي بكره، لا انا ذاكر وان شاء الله اخش الامتحان واقرا ورقه الاسئله كويس وافهم صيغه كل سؤال عايز ايه بالظبط. تمام. طيب استاذ عبد المنعم في طالبه بعت لنا سؤال بتقول ما رايك في دور السادات في الصراع العربي الاسرائيلي؟ هو ممكن هنا ممكن يجي سؤال وضح وجود السادات، او للطالب يقول لي ايه رايك، يعني هنا الطالب طبعا في الاحتمالين هيقول ايه لو كان ما رايك. والله اصل اقول لحضرتك او وضح، ما هنا الطالب برضو ايه، ما في اراء مختلفه مع وضد، يعني انا واحد من الناس يعني مؤيد للسادات عمل سواء في الحرب اكتوبر 73 او في معاهده السلام، انا واحد من الناس كنت معجب بيها جدا. في واحد تاني يقول لك لا ما هو خونوا السادات ان عمل معاهده سلام. فهنا راي الطالب بقى، ما هو ممكن حسب المدرس اللي بيديله هل هو معه ولا ضد. بس هنا طبعا هيبقى يعني في ضوء مدرس استاذ عبد المنعم، اصل دي جهود يعني ما انا اصل انت قلت له ما رايك. يعني انا واحد من الناس هقول له ايه وهعرف ولادي ايه اللي انا اللي هم معايا، اقول لهم ان الراجل راجل عظيم وكان بطل للحرب والسلام واستعاد كل شبر من ارض سيناء الارض المغتصبه، يعني هقول فيه كلام شعر جميل جدا. تمام. انا ما اعرفش بقى الراي التاني. طيب فهنا الراي هنا ايه بس انت قلت له ما رايك. احنا هو طبعا دايما اسئله ما رايك لازم تكون معروفه ان اجابتها ما تحتملش اتنين، يعني اللي بيحط الامتحان بيحاول يجيب حاجه في ما رايك بحيث ان انت لا اما هتشكر كل الطلبه هيشكروا ويبرزوا الكلام ده لا اما ينقضوا. انما هو يعني هو نصيحه طبعا لاولادي بقول لهم يعني احنا نشوف الراجل ده، الراجل ده عمل حاجتين عملين اعظم من بعض. تمام. يعني لما يعمل حرب اكتوبر العبور من بر الهزيمة إلى بر النصر والكرامة، هذا الرجل بعد كده لما يأخذ على عاتقه قرار أخطر من قرار الحرب وهو قرار معاهدة السلام ويستعيد كل سيناء من إسرائيل، هل ده وحش؟ يعني واحد رجع لنا أرضنا بالله عليكم ده يبقى رجل وحش؟ لا طبعا، يبقى رجل عظيم. هو أنا دايما أقول عليه بطل الحرب والسلام، حارب إسرائيل وانتصر عليها وكسر شوكة إسرائيل وكسر الأسطورة اللي بتقول إن الجيش الإسرائيلي لا يهزم، وأفقد يعني الإسرائيليين ثقتهم في جيشهم وفي جهاز مخابراتهم، وبعد كده بالسلام استعاد سيناء. فرحمة الله على رئيسنا الراحل محمد أنور السادات. طيب احنا عايزين كده أستاذ عبد المنعم الأسئلة اللي هي بتقف قدام الطلبة نستعرضها دلوقتي عقبال ما يجي لنا الأسئلة، ممكن استاذنك نكتب مع بعض يعني سؤال ما رايك كده عشان وسؤال ماذا يحدث. اولا سؤال ما رايك عشان الطالب يتعود معانا يجاوب ازاي. اجي اقول ما رايك في واحد دستور 1923، هنوريكم امثله ازاي نقول الايجابيات والسلبيات او الايجابيات بس او السلبيات بس. اتنين تصريح 28 فبراير. ثلاثة اجتماع دار المحكمة
1805 مايو 1805 سياسة مينو في إنشاء مصنع للنسيج لا يضم عمالا مصريين. ركزوا معايا يا ابنائي، احنا مع الاستاذ عبد المنعم حطينا اربع اسئله، في اسئله لما نيجي نقول رايك هنقول الايجابيات والسلبيات، وفي سؤال هنقول فيه ايجابيات بس، وفي سؤال هنقول فيه سلبيات. استاذ عبد المنعم اتفضل بقى ووضح لنا انهي اللي هيبقى فيه ايجابيات وسلبيات، وانهي اللي يبقى فيه ايجابيات بس، عشان يبقى الطالب متعود على النوعيه. يعني هو الدستور 23 برضه فيه ايجابيات وسلبيات. تمام يا استاذ عبد المنعم. يعني مثلا هنبدا بالايجابيات بتاعته. تمام. ان الملك تدخل وانتزع لنفسه حق يعطيه. دي السلبيات. دي السلبيات. يعطيه الحق في ايه؟ ان هو يقيل الوزاره ويشيل البلد. خلاص؟ مهما حازت ثقه الامه، يعني لو الشعب كله عايز الوزاره دي والملك مش عايزها، الدستور بيديله الحق في ان هو يعزلها. خلاص؟ اقاله البرلمان او حل البرلمان دون قيد او شرط. طيب. يلا ده هنا اصبح في مواد متعارضه او متضاربه. ليه؟ لان الماده 23 بتقول ايه؟ ان الشعب هو اساس او الامه اساس السلطه. امه مصدر السلطه. انما من الناحيه الفعليه اصبح الملك هو ايه؟ مصدر. يبقى دي السلبيات، ولذلك هذا الدستور مكن الملك من التلاعب او العبث بالحياه الدستوريه في مصر. انما بقى بقيه البنود بتاعه الدستور طبعا كويسه جدا، يعني يبقى فيه اللي هي مثلا حريه الراي والعقيده يبقى الدستور زي ما الاستاذ عبد المنعم قال لنا يا ابنائي احتوى على ايجابيات، اللي هي ان الامه مصدر السلطات، مبدا الحريات، مبدا المساواه. والعيوب الاستاذ عبد المنعم قالها لنا ان هو الدستور احتوى على نصوص متناقضه متعارضه، في نفس الوقت اللي بيقول الامه مصدر السلطات بيرجع يقول الملك من حقه اقاله الوزاره. هو اصبح من الناحيه الفعليه يبقى متناقض متعارض. ادي مثال لسؤال، نشوف السؤال الثاني. تصريح 28 فبراير 1922 برضه اول التصريح ايجابياتين هايله. كويس. يعني لما اقول مثلا ايه؟ انجلترا عارفه المصريين زعلانين من الحمايه، الغاء الحمايه البريطانيه على مصر. الاعتراف ان مصر دولة حرة مستقلة ذات سيادة. جميل قوي كده. ايجابيات. دي ايجابيات هاي. أيوه. انما السلبيات انا عندي الايجابيات اتنين، السلبيات اربعة، اللي هم التحفظات الاربعة. يعني ايه حق بريطانيا في حماية طرق مواصلاتها في مصر؟ تمام. ده مبرر لايه؟ طرق مواصلاتها اللي هي قناة الايه؟ السويس. يعني مبرر لبقاء الجيش الانجليزي في مصر. طيب السلبية التانية او التحفظ التاني، حق بريطانيا في الدفاع عن مصر ضد اي اعتداء ايه؟ خارجي. انا اقول بقى هنا السلبيه هنا في كده ايه؟ عدم بناء جيش وطني قوي لمصر. استمر انجلترا خلاص بقى حجه الدفاع. انت عايز جيش ليه؟ اما الجيش البريطاني هو اللي هيحميه. يبقى انت مالكش جيش، هتفضل كده. السلبيه الثالثه، بريطانيا لها حق في ايه؟ ان هي تحمي الاقليات والمصالح الاجنبيه اللي في مصر. يبقى ده مبرر لايه؟ شوف السلبيه اهو، تدخل بريطانيا في شؤون مصر الايه؟ الداخليه. تمام. السلبيه الرابعه والتحفظ الرابع، الوضع في السودان يستمر وفقا لاتفاقيه الحكم الثنائي اللي هي كانت لصالح بريطانيا، اللي هي بتدي للحق في بريطانيا ان هي تنفرد بالايه؟ بالسودان. اللي هو كان عملها عباس حلمي مع انجلترا 1898. انما النمرة ثلاثة استاذ محمد بقى تبقى ايه؟ كلها ايه؟ ايجابيات. انا هنا بقى شوفوا استاذ عبد المنعم عمل ايه؟ قال لك ايه؟ كلها ايجابيات. يبقى انا اديت لكم سليم الاول والثاني زي ما استاذ عبد المنعم وضح لنا، هيبقى ايجابيات وسلبيات. ما رايك في اجتماع دار المحكمة؟ ما فيش طالب يقدر ينقد، لان هنا اظهرت مدى قوة الزعامة الشعبية، لاول مرة الشعب يعبر عن رأيه، لاول مرة الشعب يختار الحاكم بنفسه، لاول مرة الشعب يحط شروط التولية، لأول مرة الاجتماع يكون في دار المحكمة عشان يتمسك بالعدل اللي هو مين؟ اللي هو الدستور اللي اتحط لمحمد علي. الحتة دي جميلة جدا، وده أول صك اجتماعي، أول اختيار بواسطة الشعب. مفيش طالب يقدر يهاجم ولا يقول لي بقى إيه، لأ حاجة غلط ولا كده. يبقى جبنا مثال للإيجابيات. المثال بقى السلبيات استاذ عبد المنعم هيوضحه لنا، اللي هو بقى ما رأيك في قيام مينو؟ اول الحته دي مستخبيه يا استاذ عبد المنعم. انا ممكن طالب اقول ما رايك في مشروع مينو لاصلاح الصناعه في مصر؟
لكن هو ممكن ما ياخدش باله ان في مصنع للنسيج، فممكن اجيب السؤال على مصنع النسيج. هتقول له ازاي من او ازاي الطالب يجاوب السؤال ده؟ هو شوف الاجابه هنا يعني الايجابيه، لو انا هقول فيها ايجابيه ان انا عرفت ان في حاجه اسمها مصانع حديثه وصناعات حديثه، وممكن هو طبعا هو يعني هو ازاي من ايه لو في ايجابيه اولا ماشي، بس هو ما عملش المصنع. لا ما هو ما عملش انما نقول هنا السلبيه هنا بس ركز بقى اللي يؤخذ السلبية. اللي يؤخذ على مين وايه؟ ما انا في البدايه بقول ايه، هي الحمله ما عملتناش حاجه ولكن هي اللي نبهتنا، تمام، هي اللي ايقظتنا من هذا النوم العميق اللي احنا بنعيش فيه خلال المجمع وان كان كل اصلاحات الحمله اللي عملتها تمام. في صالح الحمله تمام. يعني هم عاملين حتى منه لما انشا اسمه نابليون لما انشا الدواوين هي كانت مقيده بمصالح مين؟ الفرنسيين، انما تعلمنا تعلمنا منها. المهم فكون ان مينو يشترط ان الصناعة تظل سرية وان يستقدم عمال فرنسيين وليس عمال مصريين عشان المصريين ما يعرفوش اسرار الصناعة الحديثة، ده دليل على ان هذا الرجل رجل استعماري ينتمي الى دولة استعمارية لا يريد خيرا بمصر، لا يعمل الا لمصلحة بلاده اللي هي فرنسا الاستعمارية، يعني هو مش عايز يعرف المصريين اي سر من اسرار الصناعة. يبقى فين بقى ان كان يقول لك الاستعمار الفرنسي يعني شوف اصل كلمه استعمار يعني ايه؟ ان هم جايين يعلمونا وجايين يعمروا بلادنا وجايين ده مفهومهم هم، انما لا الاحتلال هو الاحتلال سواء كان انجليزي سواء كان فرنسي لا يريد بنا خيرا. او شوف يعني شوفوا مثلا بعد كده انجلترا لما احتلت مصر عملت ايه في التعليم؟ تمام عملت دمرت التعليم في مصر، فالاستعمار هو الاستعمار، فمين مش عايز يعلمنا اي سر من اسرار الصناعه؟ يبقى دي هنا ده العيوب اللي بتؤخذ على مين او النقد اللي بيوجه لمين؟ لمشروع مينو في اصلاح الصناعه. تمام يا استاذ مينو، شفتوا بقى مثال؟ هنشوف مثال تاني، نشوف ورقه تانية يا استاذ مينو بعد اذنك، ندي السؤال بالاحمر كده. بصوا بقى سؤال تاني، انا اقول لك ايه، وضح اهميه ما رايك، يعني برضو هنا ما رايك في أهمية إنشاء نابليون للدواوين. ركز معايا جدا، أنا هنا ما بقولش أسباب إنشاء الدواوين، أنا كأني بقول لك إيه نتيجة إنشاء الدواوين. وضح أهمية أو ما رأيك في أهمية إنشاء نابليون للدواوين. طب سؤال تاني برضو، ما رأيك في معاهدة سايكس بيكو؟ ما رأيك في معاهدة سايكس بيكو؟ سؤال ثالث، ما رأيك في دواوين الحكم التي أنشأها محمد علي؟ شفتوا أنا جبت دواوين نابليون وجبت إيه دواوين محمد علي، زي ما الأستاذ عبد المنعم بيكتب الأسئلة، يلا بينا ونركز مع الثلاثة دول. اتفضل أستاذ عبد المنعم. أولاً إنشاء نابليون الرأي هنا طبعاً وأنا يمكن لسه بقول هنا إيه، هو نابليون عمل الدواوين ليه؟ حتى يتعرف على المجتمع المصري كي يخطط لسياسة حكمه لمصر، ولذلك جاءت الدواوين مقيدة بمصالح الفرنسي. يعني بقول له يا عم نابليون انت راجل جاي تعمل الدواوين دي مش لمصلحتنا، هو الظاهر لمصلحتنا. يعني مثلا زي دواوين الاقاليم للنظر شكاوى المصريين والكلام ده وحل المشاكل يعني. انما هي في المجمل الراجل ده عمل الدواوين لمصلحته هو، يعني مش لمصلحتنا. وان كان هي دي بقى وإن كان. عايزين نركز عليها دي بقى اللي هنا الأهمية بالظبط. وإن كان كون إن هو برضو عمل الدواوين لمصلحته إلا إن إحنا رغم عن أنفه استفدنا. أيوه استفدنا ولا ما استفدناش؟ ما أنا لما أقول آثار الحملة الفرنسية السياسية إيجابية صح ولا لا؟ آثار إيجابية رغم إن هو عمل الدواوين لمصلحته أو مقيدة بمصالح الفرنسية. يعني نقول برغم إن هي مقيدة بمصالح فرنسا إلا إنها أفادت المصريين. طبعاً نقول إيه بقى الإفادة؟ لأن خلي بالك هنا عرفت المصريين فكرة سياسية جديدة ما كانوش يعرفوها قبل كده، ألا وهي ضرورة مشاركة الشعب في حكم بلده بدلاً من فكرة الحكم العثماني المستبد. تمام مش كده ولا إيه؟ الفكرة دي يعني تبلورت وظهرت وآتت ثمارها إمتى؟ لما الحملة رحلت وتصارع ثلاث قوى على حكم مصر، هنا بقى الزعامة الشعبية كانت تبلورت والشعب خلاص فهم دوره السياسي انه لازم يشارك في حكم بلده، فالشعب المصري نجح في التخلص من القوى الثلاث الطامعة في الحكم وعزل الوالي العثماني الظالم خرشد وتعيين محمد علي واليا على ايه؟ على بإرادة مين؟ بإرادة الشعب. الشعب هنا فرض إرادته
على السلطان العثماني وعين محمد علي رغم أنف السلطان العثماني ورغم أنف المماليك ورغم أنف إنجلترا. يعني شوف هنا يبقى نابليون هنا ساهم حتى لو هنقول بشكل غير مباشر في إيقاظ الوعي السياسي عند المصريين. يبقى الإجابة وضحت أهمية الدولين. شوفنا وصلنا لإيه، هي اللي أدت إلى تعيين محمد علي، هي اللي أدت إلى ظهور قوة الزعامة الشعبية. يعني إذن هنا ممكن نقول ماذا كان يحدث إذا لو لم يتم إنشاء نابليون للدواوين. ما كانش ظهرت الزعامة الشعبية. أو وضح العلاقة بين دواوين الحكم التي أنشأها نابليون وتعيين محمد علي، كان ليها دور في ظهور قوة الزعامة الشعبية. هو ممكن برضو هنا الدواوين هتبقى سؤال مباشر. تمام. يعني هو وضح العلاقة بين الحملة الفرنسية وتعيين وصول محمد علي إلى الحكم. تمام أستاذ عبد المنعم، إحنا بنفتح معاكم بس عشان نوريكم إزاي نجاوب الأسئلة. نشوف السؤال الثاني اللي هو برضو يعني إيه رأيك في معاهدة سايكس بيكو. طبعا دي كلها عيوب. يعني مؤامرة، أنا رأيي هنا إن دي مؤامرة حدثت في البداية بين ثلاث دول، إنجلترا فرنسا وروسيا القيصرية، ولكن بعد قيام الثورة البلشفية 1917 انسحبت منها روسيا القيصرية. طيب المؤامرة هنا اقتصرت على مين؟ على انجلترا وعلى فرنسا، وهي باختصار شديد تقسيم بلاد الشام والعراق بين انجلترا وايه؟ وفرنسا، ووضع فلسطين تحت إدارة دولية بسبب أهميتها الدينية. يبقى أنا رأيي في مؤامرة سايكس بيكو أنها مؤامرة عقدت بين إنجلترا وفرنسا لتقسيم بلاد الشام والعراق فيما بينهما ووضع فلسطين تحت إيه؟ إدارة دولية. يبقى هنا رأيي هننقد. مفيش طالب ممكن أبدا يقدر يعني يوجه التقدير أو التحية لهذه المؤامرة. خلي بالكم يبقى هنا اللي هيشز عن القاعدة مش هياخد درجة، عشان كده لازم نقول بكتب بنكتب هنا نموذج الإجابة. ما ده ما ينفعش أقول فيها كويسة. لابد إن تكون الإجابة منطقية وأن يوجه الطالب النقد إلى المعاهدة على أساس إن هي غادرة نحو العرب وتقسيم الممتلكات بين إنجلترا وفرنسا. الصيغة اللي بعد كده، ما رأيك في المجالس والدواوين اللي عملها محمد علي؟ هنا بقى كأني بقول للطالب انقد، لان انا مش هقدر ابدا اوجه الشكر لمحمد علي. ليه؟ نشوف الاستاذ عبد المنعم ليه ما نقدرش نوجه الشكر. هو هنا لان محمد علي بنى قاعده حكمه على الحكم المطلق الفردي. تمام. ولم يكن هناك فاصل بين السلطتين التنفيذيه والتشريعيه في عهد محمد علي بسبب الحكم الايه؟ المطلق. يعني انت تحتار في الدواوين والمجالس اللي هل دي سلطه تنفيذيه بس؟ هل الديوان ده سلطه تشريعيه بس؟ هل المختلط تشريعي مع تنفيذي؟ وعموما كل المجالس والدواوين هو طبعا تاثر بالدواوين الفرنسيه وكلها دواوين استشاريه، يعني هو تاثر بها بالحمله. عموما كل المجالس والدواوين اللي عملها محمد علي يعني كانت تنفذ إرادة محمد علي في حكم مصر. يبقى مش معنى أنه عمل مجالس ودواوين أنه أقام نظاما نيابيا دستوريا بالمعنى المعروف. لا، ركز السلطة في إيديه. لأنه حكم مطلق في إيديه. تمام، أدينا استعرضنا معكم مجموعة من أسئلة ما رأيك، وبناء عليها أنت بعد كده تقدر تحين لأي سؤال بيجي لك، لإما إيجابي لإما سلبي لإما السؤال يبقى فيه إيجابي وسلبي. نشوف نوعية أخرى من الأسئلة اللي بتقف قدامكم. احنا بنبدأ بالصعب على فكرة، بنبدأ باللي الطالب بيبقى عنده مشكلة. اوعوا تخافوا من أسئلة ما رأيك، كأنك بتكتب موضوع إنشاء من أربع سطور وعلى شكل نقط. السؤال ده هدية، السؤال ده هيجي لك هدية وسهل جدا. امسك الحدث جيب إيجابياته أو سلبياته زي ما أستاذ عبد المنعم وضح لنا في الإجابة. نشوف السؤال بعد كده اللي هو بيواجهنا في الامتحان وهيجي لكم اتنين. نشوف سؤال ماذا يحدث. نبدأ أول سؤال مثلا، أجي أقول إيه؟ ماذا يحدث إذا؟ أو ماذا كان يحدث إذا؟ أستاذ عبد المنعم بيكتب الأسئلة أهو. واحد، إذا وافق العرب على مشروع تقسيم فلسطين 1937. اثنين، ماذا كان يحدث إذا؟ رحبت دول أوروبا بسياسة محمد علي الاقتصادية. ماذا يحدث إذا لم يتم تنفيذ اتفاقية سان ريمو؟
ماذا كان يحدث إذا لم يتم تنفيذ معاهدة سايكس بيكو؟ يوريكم أمثلة. سؤال كمان آخر حاجة، ماذا كان يحدث إذا لم تنفذ إنجلترا صلح إميان؟ ركزوا بقى وشوفوا الإجابات هتبقى إزاي، عشان ماذا يحدث إذا دي عايزة مننا فنية في الحل. إزاي؟ نشوف مع الأستاذ عبد المنعم، نمسك الحدث ونشوف نتيجته ونعكس النتائج وممكن نحلل ونجيب نتائج أخرى. نشوف مع بعض، وأول سؤال الأستاذ عبد المنعم هيجيب لكم نتائج بعيدة عن اللي أنتم عارفينها. اتفضل أستاذ عبد المنعم. هو طبعا لو العرب وافقوا على تقسيم فلسطين، يعني على مشروع لجنة بيل اللي هو أول مشروع بتقسيم فلسطين، يبقى كان هيبقى فيه دولتين، دولة اليهودية ودولة الفلسطينية، بس الدولة الفلسطينية كانت هتبقى في الأراضي الصحراوية الفقيرة، ما كانش هتتجدد الثورة العربية الكبرى مرة تانية في فلسطين 37. عدم دعوة انجلترا للعرب واليهود لعقد مؤتمر المائدة المستديرة، عدم إصدار الكتاب الأبيض الثالث والأخير لعام 1939. ما كانش بقى في حروب ولا 48 ولا لو هتكمل بقى هنا الحته دي يا استاذ، يعني لو هتكمل خلاص بقى في دولتين. يعني الطالب ممكن يستنتج استنتاجات بعيده. يعني ممكن اقول ايه، ما كانش في صراع عربي اسرائيلي، خلاص بقى ما كانش في حرب ده 48 ولا 56 ولا يعني هون هنعيش ايه، هتنفي بقيه درس خلاص. القضيه الفلسطينيه هنلغي كل اللي حصل في القضيه الفلسطينيه. ادي مثال للاسئله. نشوف السؤال الثاني. رحبت دول اوروبا بسياسه محمد علي الاقتصاديه، يبقى عدم قيام بريطانيا بعقد معاهده بلطة ليمان مع السلطان العثماني 1838. النقطه الثانيه، عدم سقوط نظام الاحتكار، استمرار ازدهار، ما هو سقوط الاحتكار ادى الى تدهور، يبقى بنعكس، يبقى استمرار ازدهار الزراعه، الصناعه، التجاره، خلاص، الجيش، التعليم، لان الاحتكار برضو لما انهار وراه، يعني جر وراه تدهور حاجات كتيره جدا في الدولة. وكمان بقى هنا برضو عدم اتباع سياسة الباب المفتوح الزعمان وسيادة مناخ الحرية الاقتصادية. الحاجة التانية، ما كانتش انجلترا هتقف جنب السلطان العثماني وهي والدول الأوروبية ضد محمد علي، لأن هي الدول الأوروبية عشان محمد علي لما رفض تنفيذ معاهدة بلطة ليمان استغلت ان في نزاع سياسي بين السلطان ومحمد علي وعملوا نفسهم واقفين جنب السلطان ضد محمد فما كانوش هيقفوا مع السلطان ضد محمد علي. شوف احنا بنوريكم بس ازاي بنفتح الإجابات، فانت ما تقفش عن ساعات بقى الواحد بيلاقي يا استاذ عبد المنعم الطالب بيجاوب نقطه وما بيعرفش يكمل. خلي بالكم ماذا يحدث بي عليه درجتين، عملت نقطتين منطقيتين هتاخد الدرجتين، عملت نقطه وتلاقي نفسك نقصت في الدرجات، اعرف ان انت عشان اجابتك ناقصه، فخلي بالك اجابتك ما تقلش عن 3 نقط في كل سؤال، عشان لو في نقطه غلط يبقى ضمنت النقطتين، سواء ما رايك سواء ماذا كان يحدث اذا، كل واحده عليها 2. طيب نرجع ونشوف السؤال اللي بعد كده مع الأستاذ عبد المنعم، ماذا كان يحدث إذا لم يتم تنفيذ اتفاقية سان ريمو 1920؟ كلكم عارفين إن سان ريمو هي مؤامرة برضو بين إنجلترا وفرنسا عام 1920، تم فيها تعديل معاهدة سايكس بيكو، يبقى ما كانش هيتم وضع سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي ولا العراق وفلسطين تحت الانتداب البريطاني، وما كانتش فلسطين طبعا هتتحول من دولة عربية إلى دولة يهودية، لأن فلسطين اتحطت تحت الانتداب البريطاني بأمر من اليهود الصهاينة لما قدموا المذكرة الصهيونية في 1/2/1919 لمؤتمر الصلح، بيطالبوا فيه أعضاء المؤتمر بوضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني لتنفيذ وعد يبقى لم يتم تنفيذ تمام. وعد بولف تمام. وكان اتفاقية سايكس بيكو هتظل كما هي طبعا مش بدون بدون تعديل تمام. شفنا احنا فتحنا معاكم نخش عليه بعد كده، ماذا كان يحدث اذا لم يتم تنفيذ بنود معاهده سايكس بيكو؟ ركزوا كويس جدا، باذن الله هتلاقوا حاجات من اللي بنقولها معاكم في ورقه الامتحان، انا بقول لكم اهو، ركزوا كويس جدا في الاسئله ديت، ماذا كان يحدث اذا كان الظلم هنا بالنسبه لسايكس بيكو. سايكس بيكو نصت على اللي هي تقسيم بلاد الشام والعراق بين انجلترا وفرنسا، يبقى لم يتم وضع سوريا والعراق بين النفوذ او تحت النفوذ الانجليزي والفرنسي، استمرار وحدة يعني بلاد الهلال الخصيب، عدم وضع فلسطين تحت إدارة دولية. خلاص
لما الشريف حسين بجيشه لما اشترك في هي نقول الحرب العالميه الاولى ما منعت قوات الشريف حسين، يبقى انجلترا ما كانتش هتمنع جيش الشريف حسين بقياده ابنه فيصل من دخول بيروت. تمام. وما انزل العلم الايه العربي المرفوع وما يعني تركب مكانه العلم الايه الفرنسي او ترفع مكانه العلم الفرنسي يعني. تمام. وكان من الممكن هنا استاذ الفاضل ان الشريف حسين يحقق احلامه، لانه الشريف حسين حلمه ايه؟ هو والزعامات العربيه اللي كانت في سوريا انشاء دوله عربيه تتكون من بلاد الشام والعراق وبلاد شبه الجزيره العربيه، لان سايكس بيكو هي الصخره اللي اتحطمت عليها طموحات وامال الشريف حسين. تمام استاذ عبد المنعم، نشوف اخر جزئيه معانا، ماذا كان يحدث اذا لم تنفذ انجلترا شروط صلح اميان؟ بص يا ابنائي، صلح اميان ده اتوقع 1802 بنص ان اللي يتنفذ بعد سنه، يعني المفروض يتنفذ 1803، اتوقع ما بين فرنسا ودول اوروبا وبينهم هولندا واسبانيا والنمسا وطبعا شاركت فيها انجلترا وروسيا، بنص على رحيل انجلترا من مصر. انجلترا عشان تنفذ صلح اميان لازم تمشي. طب نتيجة التنفيذ، واحد رحيل انجلترا من مصر، ماذا يحدث بقى لو انجلترا ما نفذتش صلح اميان؟ ما رحلت انجلترا من مصر، ظلت موجودة، ما كانش اتجددت الحرب بين المماليك والعثمانيين، ما كانش اتوطد مركز العثمانيين في مصر وتوطد مركز خسره، ما كانش طبعا مش بقول ما كانش لم يعني لم يسافر الالفي الى انجلترا ليطلب من انجلترا العودة لمساعدة المماليك في استقلال مصر. انا بوريكم ازاي بنعكس، يعني بيجيب نتيجة الحدث ونعكسها وممكن بنزود من عندنا. خدتوا اهو امثلة على ماذا كان يحدث اذا. السؤال برضو اللي بيجي لنا في الورقة والطالب ابص تلاقيه مش عارف يكتب، سؤال ما مقترحاتك؟ ما مقترحاتك؟ يعني ايه ما مقترحاتك؟ يعني الطالب بيحط من عنده اراء ده غير ما رأيك، غير ما رأيك خالص منهم. هنقول مثال، ما مقترحاتك للزعماء العرب خلال اجتماعاتهم في مجلس جامعة الدول العربية؟ خلي بالكم أنا هو ما مقترحاتك للزعماء العرب خلال اجتماعاتهم في مجلس جامعة الدول العربية؟ سؤال تاني، ما مقترحاتك للحكومة المصرية؟ اهو احنا بنتكلم بنواجه الحكومه المصريه، ما مقترحاتك للحكومه المصريه لكي تصبح مصر متقدمه اقتصاديا؟ ما مقترحاتك، ودي جت قبل كده، لكي تنهض مصر في مجال التعليم؟ بس بنعرفكم ازاي نقول الاراء. اخر حاجة، ما مقترحاتك للحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، يعني اللي هو رفع مستوى المعيشة، تحقيق الاستقرار الاجتماعي في مصر؟ نشوف بقى، شوفوا أسئلة ايه مختلفة، الأسئلة دي مختلفة، ركزوا معايا ونشوف مع بعض هنقول ايه في ما مقترحات. اول حاجة يا استاذ عبد المنعم، برضه لازم تكون المقترحات منطقية، ما ينفعش اقول اي كلام، لا ده لازم في ضوء ما درست. وممكن تكون هنا ما مقترحاتك في حاجة انت ما خدتهاش، بس بنبقى جايبينها هدية في الورقة الامتحانية. يمكن اول واحدة ممكن نستعين بكتاب المدرسه استاذ عبد المنعم اللي هو بتاع جامعه الدول العربيه. يعني مثلا هنا الزعماء العرب، احنا عندنا مشكله، مشكله ان احنا مش موحدين من الاخر يعني. تمام. مشكله ان كل دوله عربيه ماشيه بمزاجها، ان جامعه الدول العربيه اللي احنا عملناها دي اصبحت مجرد صوره شكليه وليست الجامعه معبره عن اتحاد الايه العرب. انا بعتبر ان الجامعه العربيه يعني نادي الزعماء العرب او الوزراء العرب يجتمعوا فيه ويتقابلوا مع بعض ويمشوا ما يعملوش حاجة. هو ده الحال الموجود دلوقتي يعني. طب ايه مقترحاتنا حتى تصبح مثلا الوحدة العربية حقيقة ملموسة؟ عشان الجامعة العربية تبقى جامعة قوية ومفعلة لابد نعالج العيوب اللي في الميثاق. تمام. يعني ميثاق الجامعة العيب الخطير اللي فيه، هو ليه الميثاق جه اضعف من البروتوكول بتاع الجامعة؟ يعني لازم نلغي مبدأ ان تصدر القرارات بالاجماع ويحل محله مبدأ
أن تصدر القرارات بالأغلبية تمام. وتكون ملزمة لجميع الدول سواء اللي وافقت أو التي لم توافق على قرار الجامعة. ضرورة فرض عقوبات اقتصادية ما نفعتش تبقى عقوبات سياسية على الدول العربية التي لا تحترم تنفيذ قرارات الجامعة العربية. ضرورة إنشاء وحدة اقتصادية عربية، يعني هم قاعدين في مجلس الجامعة لازم يتفقوا على كده إن العرب يبقى لهم وحدة اقتصادية واحدة، اتحاد اقتصادي عربي، ما في تكامل عن طريق إلغاء الحواجز الجمركية اللي الاستعمار عملها لنا بين الدول العربية وبعضها، عن طريق إنشاء السوق العربية المشتركة. يا أخي ده احنا بالنادي بيعمل من الخمسينات أوروبا عملتها وإحنا ما عملناهاش وإحنا أصحاب الفكرة. ضرورة توحيد العملة العربية، ضرورة إلغاء تأشيرات السفر والحواجز اللي هي بتعوق أو بتمنع اتصال وتنقل العرب بين البلاد العربية وبعضها زي الدول الأوروبية. يا أخي ناخد الدول الأوروبية مثال لينا، ما الدول الأوروبية ناجحة في كده. هذا بالإضافة إلى إيه؟ إن توحيد رسالة الإعلام العربي لخدمة قضايا العرب، ما يبقاش يعني في داخل الدولة الواحدة كل قناة ماشية على مزاجها أو كل يعني محطة لها سياستها، لا، لابد يبقى فيه توحيد لرسالة الإعلام العربي لخدمة قضايا العرب مع توحيد مناهج التعليم في المدارس والجامعات في كل البلاد العربية. تمام أستاذ منهم، بدأنا نتلقى التليفونات من أبنائنا. معانا أول اتصال من هدير من الشرقية. ألو. السلام عليكم. أهلا، إزيك؟ كل سنة طيبة. حضرتك رمضان كريم. الله. عاملة إيه؟ الحمد لله. عندك أسئلة؟ كنت بما تفسر. طب لحظة أستاذ عبد المنعم هيكتب معانا أهو، بما تفسر. اتفضلي. انتكاس الحركة الوطنية بمصر في نوفمبر. انتكاس الحركة الوطنية المصرية في نوفمبر 1924. في 1924، يبقى انتكاس الحركة الوطنية المصرية في 1924. اختلاف سياسة جورجيت عن كيتشر تجاه الحركة الوطنية في مصر. اثنين، بما تفسر اختلاف سياسة جورجيت عن كيتشنر تجاه الحركة الوطنية المصرية. لم يكن لمصر سياسة خارجية قبل محمد علي. بما تفسر لم يكن لمصر سياسة خارجية قبل عهد محمد علي. بس. في حاجة تانية؟ لا، بس هو كان سؤال اللي هو ما مقترحاتك دي، هنا ممكن ان انا اكتبها زي ما رأيك الحاجة اللي انا انت ما رأيك؟ انت بتقولي رأيك في الشيء. طيب. ما مقترحاتك بتحط حلول لمشكلة انا بقولها لك. فهماني؟ يعني دايما بيبقى ما مقترحاتك مشكلة اقتصادية او اجتماعية موجودة او سياسية، بقولك ازاي نحلها. زي ما استاذ عبد المنعم وضح لنا مقترحاتك ايه للزعماء العرب لمواجهة التحديات، لمواجهة العولمة، مقترحاتك لاصلاح ميثاق الجامعة. يبقى انا عندي عيب، عندي مشكلة بحلها. معايا؟ ما مقترحاتك عشان مصر تنهض اقتصاديا، لرفع مستوى المعيشة؟ ما مقترحاتك لاصلاح نظام التعليم؟ وده بيبقى سؤال هدية يا هدير. يعني ده انا بقول رايي فيه، يعني مثلا هو ما مقترحاتك لزياده ارتفاع مستوى المعيشه ممكن اللي هي اقولها بقى اللي هي بتاعه زياده البطاله واعاده البطاله. برافو عليك، وجاب مشاكل للشباب. برافو عليك. عايزه طالب يفكر، يعني انت بتحط حلول. حط حلول. خلاص يا ماما. شكرا. طيب اسمع الاجابه من خلال بقى التلفزيون معانا. ماشي. اول سؤال يا استاذ عبد المنعم لهدير، بما تفسر انتكاس الحركه الوطنيه المصريه 1924. خلي بالكم من كلمة انتكاس، ممكن طالب ما ياخدش باله يعني ايه كلمة انتكاس. ممكن نقول تدهور، انهيار، يعني ضعف، حدوث انتكاسة دي بنقولها دايما في المرض، يعني الحاجة بعد ما كانت ماشية كويس للأسف حصل لها تدهور. يلا نشوف مع بعض ليه الحركة الوطنية انتكست بعد مقتل السير لستاك. اتفضل زعمنا. انت عارفين بعد مقتل السير لستاك طبعا انجلترا ارسلت انذار لسعد بدفع 500,000 جنيه غرامه وسحب الجيش المصري من السودان، فرفض سعد تنفيذ الانذار وقدم استقالته. خلي بالكوا بقى هنا، الملك فؤاد انتهز فرصه الخلاف بين الوفد وانجلترا ليحكم البلاد حكم ديكتاتوري، فشكل وزاره جديده برئاسه احمد زيور باشا، وزيور نفذ الانذار الانجليزي وبامر من الملك زيور حل البرلمان اللي هو مجلس النواب، وطبعا اجريت انتخابات وفاز الوفد باغلبيه ساحقه مره تانية، وللمره التانية الملك يصدر قرار جديد بحل مجلس النواب في اول جلسه انعقاد ليه،
يعني اول اجتماع لمجلس النواب الجديد الملك اصدر قرار بحل الايه المجلس، وهنا تاكد بقى ايه انتكاس الحركه الوطنيه. الملك تلاعب اهو، تلاعب بالحياه الايه الدستوريه، حل المجلس يعني مرتين ورا بعض. الحقيقه يبقى الملك هنا حط لك مشكله جديده، وهي مشكله الدستور، الحكم الايه الدستوري، يبقى شتت جهود الشعب في الاستقلال. ولذلك هنا الشعب رفع شعار ايه؟ الجلاء والايه والدستور. يعني الشعب بعد ما كان مركز في مشكله واحده بقى عندك ايه مشكلتين، يقول الاستقلال بقى يقول الجلاء والدستور. تمام. طيب السؤال الثاني يا استاذ عبد المنعم، بما تفسر اختلاف سياسه جورست عن اختلاف كيتشمر. سياسه جورست عن كيتشمر، خلي بالكم الحته دي كده يعني فيها عايزه فهم شويه. ليه؟ لان جورست كان صديقا للخديوي عباس حلمي، والحته دي اتلغت من المنهج بس برضه نفهمها. صداقة جورست عباس حلمي خلاه يعمل سياسة مختلفة، والسؤال ده لو جه لازم يجي دلل، ما يجيش بيها تفسر، لأن ما عنديش سبب، أنا عندي دليل. الدليل إن هو خفف الرقابة على تصرفات الخديوي، الدليل أطلق يد المصريين في إدارة شؤون بلادهم، الدليل إن هو وقف سياسة النجرازة، الدليل إن هو بدأ يعين المصريين في المناصب. ووسع من سلطات مجلس الوزراء. سلطات مجلس الوزراء، شفتوا؟ أنا هنا بقول الحاجات اللي عملها جورست. أما كيتشنر اختلف، رجع استخدم سياسه القبض الحديديه، قبض على محمد فريد واضطهد المصريين ورجع سياسه النجرزه. يعني كاني بقارن يا ابنائي، فهنا يعني بيها تفسر ما تنفعش ادي دلل لان دي اعمال. لان الجزء بتاع بيها تفسر صعب من الاتلغى. طب سيادتك بقى ماذا بما تفسر لم يكن لمصر سياسه خارجيه قبل عهد محمد علي؟ لان مصر منذ عام 1517 كانت ولايه عثمانيه خاضعة للحكم العثماني، والسلطان العثماني هو المتحدث الرسمي باسم الدولة العثمانية مع العالم الخارجي. يعني دي الجزئية اللي موجودة، وما يعقد السلطان من اتفاقيات دولية على مصر والولايات التابعة ليه تنفيذها، وعلى مصر والولايات التابعة للسلطان اتباع السلطان في حالتي السلم والحرب. يبقى انت منتش مستقل عشان يبقى لك سياسة خارجية مستقلة قبل محمد ايه علي. شكرا استاذ عبد المنعم. نشوف مع بعض بقى نكمل الاسئله اللي احنا واخدينها لغايه اما ناخد مكالمه، اسئله برضه عايزين نفيد الطلبه والاسئله اللي احنا بنقولها. السؤال بعد كده اللي هو برضه ما مقترحات للحكومه المصريه لكي تصبح مصر متقدمه اقتصاديا. طب هنا اما الطالبه يعني قالت لنا هدير ايه او ليه؟ احنا عايزين ندي مفاتيح اجابه للطالب. لو مثلا لو جالك اقتصاديا نتكلم عن ايه وعن ايه؟ عن الزراعه والصناعه والتجاره والسياحه كله يعني هنا مفتوحه. يقول ازاي مصر تنمي الحيوانات والصناعه والزراعه والتجاره وتربيه الحيوانات والدواجن. يعني هي دي مجموعه النقط. طب السؤال اللي بعديها لكي تنهض مصر في مجال التعليم. مجال التعليم نقول ايه بقى هنا؟ يعني احنا هنا ممكن استرشد بمحمد علي، استرشد باسماعيل، ماشي، يعني ارسال البعثات الى الدول الاوروبيه المتقدمه. انشاء مدارس، خلاص انشاء مدارس حديثه زي المدارس اللي موجوده في اوروبا. تعليم. استخدام خبراء في مجال التعليم في جميع التخصصات. استخدام التكنولوجيا الحديثه في مجال التعليم والاساليب التربويه الحديثه، تدريب المعلمين، تدريب رفع نقول ايه مستوى المعلم المهني والفني والمادي عشان ما يلجأش الى اساليب اخرى. تقليل كثافه الفصول، طب دي نمره واحد. ده لازم، لان الفصول. المعلم النهارده ما يقدرش يقعد يتعامل مثلا مع 50 و60 ولو ان بيتعامل معهم في السنوات. ممكن الطالب يقول يعني ازاله الحشو من المناهج التعليميه، اكيد برضه من ضمن العيون. يعني ايه؟ انا عايز نفسي نشوف مثلا دوله متقدمه زي اليابان، زي ما الرئيس مثلا سافر وقال ان اليابان مثلا دوله متقدمه. ليه زي محمد علي يا اخي؟ يا محمد علي مش نقل نفس يعني تجربه فرنسا في التعليم؟ جابها، هو جاب من الاخر يعني من حيث انتهت فرنسا للدول الاوروبيه. محمد علي بدا. انت عارف يا استاذ عبد المنعم، انا ليه بنتكلم ونقعد نتناقش كده؟ اما جه السؤال ده قبل كده، هو جه قبل كده من 3 سنين تقريبا. انت عارف الطلب كده انشاء المدارس مش عارفين يفكروا يا جماعه، ده احنا قلنا حوالي 10 نقط قول عشان تاخد درجات. لكن طالب يقول لي اللي كيطلع المصر التعليميه انشاء المدارس، انشاء الجامعات، طب ما موجوده، مش معقوله يعني. يعني مش انت مش تاخد الدرجه زي الطالب اللي كتب اختراعات وقال الاعتماد على العقول اللي هي الخارجيه، الاستفاده من تجارب الدول المتقدمه. انا بقول لك ايه رايك عشان نتقدم ونتطور. سؤال بعد كده استاذ عبد المنعم، برضه ما مقترحاتك للحكومه المصريه لتحقيق الاستقرار الاجتماعي في مصر؟ هديه جاوبتها لنا على فكره، وقالت لنا ايه حل مشكله البطاله،
ايجاد فرص عمل للشباب، رفع مستوى المعيشه، ضبط الاسعار في الاسواق، لان ده بيعمل استقرار اجتماعي، توفير الامن للمواطنين. خلي بالكم لما بنفكر بنجيب اجابات. طيب نشوف اسئله اخرى من الاسئله. احنا كده يعني جبنا لكم الاسئله الصعبه اللي احنا قلناها هو. يلا نشوف سؤال ما العلاقه. ايه رايك زعما منك؟ نقول ايه ما العلاقه؟ ما العلاقه بينه؟ ركزوا معايا، احنا ضربناكم كتير قوي على ما العلاقه. ما العلاقه بيبقى دايما عباره عن حدثين، حدث اول بيأثر على حدث تاني. نقولها تاني، هي واضحه اهي، نشوف مع بعض. ما العلاقه بين نتائج حادثه فاشوده وتغير سياسه كفاح مصطفى كامل؟ حته جديده يعني. ها شفتوا القصه بنجيب ازاي؟ ما العلاقه بين نتائج حمله فريزر وتخلص محمد علي من الزعامه الشعبيه؟ ما العلاقه بين قيام الحرب العالميه الاولى ووضع مصر وتغير السياسي؟ انا ما رضيتش اكتب تغير، قلت وضع مصر السياسي عشان يبقى فيها غموض شويه يا استاذ عبد المنعم. وضع مصر السياسي، فكروا بقى يا ابنائي اللي بيتابعونا على الهوا في الاسئله دي، عقبال ما ناخد المكالمه اللي جات لنا. معانا نور. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله، كل سنه طيبه. وحضرتك طيب؟ يلا شد حيلك معانا بقى يا رب. الاسئله كويسه اهي. اه اتفضلي، عندك ايه بقى؟ سؤال بما تفسر. بما تفسر، استنى عشان زعب منك بقى بيكتب معانا اهو. بما تفسر. خلال فتره زمنيه. قولي ايه تاني؟ خلال فتره زمنيه، يعني بيبدا على كده. خلال فتره زمنيه لا تزيد عن 18 ساعه. لا تزيد عن 18 ساعه حققت القوات المصريه. لا لا، السؤال ده ملغي. يعني ده 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 ملغي ده اللي في المراحل. مراحل حرب اكتوبر اتلغت. قولي قولي واحد غيره. والتمهيد النيراني كمان ملغي برضه. التمهيد النيراني ملغي على طول كده. بقول لك اللي مش نافع عشان ما اضيعش وقت. كل حاجه خاصه بعمليات حرب اكتوبر ملغيه الا الدروس المستفاده بس. فانت عشان كده التمهيد النيراني مش موجود عندنا في القراءه. قولي تاني. طيب مستر، لو بيقول لي لو عايز مطالب المذكره الصهيونيه، انا اكتب له ان هم قولي طالبوا. قولي تاني والنبي. مطالب المذكره الصهيونيه. مطالب المذكره الصهيونيه لازم تحددها لي، بتاعت 1919. ايوه، اكتب له ان هم يعني اقامه وطن قوم لليهود في فلسطين فقط، ولا اقول له ان وضع تمثيل وضع بيتر؟ انا لسه قايل طبعا اكتبه والنبي استاذ عبد المنعم بعد اذنك اكتب السؤال. وضح مطالب المذكره الصهيونيه 1919، اللي مؤتمر الصلح، مش كده يا نور؟ طب في حاجه تاني؟ لا شكرا. في 1/2/1919. طيب بالظبط بينا ما يقول لك الاجابه اهو متابعينا في مؤتمر. ركزي معانا، احنا قدامنا اربع ايام. ها حاضر. يلا، انت عارف اول حاجه ايه يا نور؟ اسمعي يقول لك ايه؟ اليهود قالوا كده يعني منتهى البجاحه. اول ما قالوا، قالوا لدول المؤتمر ايه؟ الاعتراف بالحق التاريخي لليهود في فلسطين. ها؟ لليهود فين؟ في فلسطين. يعني ايه معنى الكلام؟ يعني بدايه الكلام كده عشان نعرف نعرف لازم اولا تقولوا كده ايه، ان فلسطين دي دوله اليهود. دوله اليهود ماشي. نمره اتنين، ضروره تنفيذ ايه؟ وعد بلفور. ضروره تنفيذ وعد بلفور. خلاص. انشاء مجلس ايه؟ انشاء مجلس تمثيلي. انشاء مجلس تمثيلي لليهود في فلسطين. ها؟ لليهود فين؟ في فلسطين. في فلسطين. ووضع فلسطين تحت، ووضع فلسطين تحت الانتداب الايه؟ البريطاني. يعني اربع ايه؟ اربع نقط لازم ايه؟ لازم تكتبيهم. تمام. انت في المقابل عندك المذكره العربيه اللي قدمها فيصل وعبد الله لا الشريف. هو بيقول لي مطالب اللجنه العربيه. لا برضه برضه تعرفيها، لما بتكلم عن المذكره العربيه اللي اتقدمت لنفس الايه؟ المؤتمر. اللي هو الشريف حسين وولاده بيطالبوا فيها باستقلال العرب جميعا بما فيهم ايه؟ فلسطين. ولازم هنا تقيمي موقف المؤتمر يا نور. موقف المؤتمر من مطالب الشريف حسين وولاده، وموقف المؤتمر من المذكره الصهيونيه اللي اليهود قدموها. تمام. الشريف حسين اعضاء المؤتمر عملوا معاه ايه؟ رفضوا. ووجد تعنتا شديدا من جانب اعضاء المؤتمر. بينما
أعضاء المؤتمر وقفوا إلى جانب اليهود ونفذوا المذكرة الصهيونية، مش كده ولا إيه؟ والدليل على كده تم وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني، وجت عصبة الأمم اعترفت بإيه للأسف الشديد بوضع فلسطين تحت الانتداب الإيه؟ البريطاني، وتحويلها من دولة عربية إلى دولة يهودية. طيب شكرا يا نور، هنجاوب لك بقى بتاع اللجنة الإنجليزية، اللجنة العربية العليا. اللجنة العربية العليا، عشان المقارنة بين المذكرة الصهيونية وقرارات اللجنة العربية العليا، اللجنة العربية العليا قدموا مطالب في 1935 طلبوا فيها ايه؟ اصدار بطاقة شخصية لعرب فلسطين حتى لا يدعي الجنسية ديت من لا حق له فيها، ايقاف الهجرة اليهودية الى فلسطين، منع انتقال الاراضي من يد العرب اليهود من خلال سن قوانين الافدنة الخمسة، اخيرا اللي هو ايه بقى؟ اللي هو الموافقة على قيام حكومة نيابية لعرب فلسطين. طبعا انجلترا رفضت مطالب اللجنة العربية العليا بعكس مؤتمر الصلح وافي على مطالب اللجنة. هنا استاذ محمد بالنسبة للجنة العربية العليا دي، ما انا ممكن اقول يوضح مطالب الزعامات العربية في فلسطين لعام 1935، مش هجيب سيرة اللجنة، مفيش خالص، هي الحتة التانية برضه اللي ممكن تكون غايبة عن ولادنا. نقول ايه اسباب تشكيل هذه اللجنة؟ ده عشان هتلر. يبقى هنا الحته دي مهمه، خلي بالكوا من الجزئيه دي. هو عارف ان انت حافظ لاربع مطالب بتوع اللجنه ده، هي لا ده هو يجي السؤال دي ما تفسر تشكيل اللجنه العربيه العليا، يعني خلي بالكوا من الجزئيه برضو دي، ايه سبب تشكيلها؟ يبقى بعد اضطهاد هتلر لليهود وازدياد اعداد المهاجرين اليهود الى فلسطين، حيث كانت فلسطين هي الجهه المفضله لدى اليهود الالمان للهجره، قيام الوكالات اليهودية انجلترا بمساعدة اليهود على الهجرة الى فلسطين، اعلن البرلمان الانجليزي ان سياسة تمليك فلسطين لليهود سياسة راسخة بريطانية، خلاص شعور العرب بايه؟ بخطورة الوضع، لذلك شكل العرب هذه اللجنة للدفاع عن حقوق عرب فلسطين. يبقى احنا غطينا اللجنة، اسباب تشكيلها والقرارات ايه بتاعتها ونتائجها. انجلترا رفضت، فالعرب عملوا ثورة 36. اما اقول لك الثورة العربية الكبرى، ما النتائج مترتبة على موقف انجلترا من مطالب الزعماء العرب في فلسطين 1935؟ رفضت انجلترا المطالب بما ادى لاشتعال ثورة 36. نتيجة الثورة انجلترا استخدمت العنف، وبعدين اضطرت ان هي توافق على ايقاف الثورة مقابل ارسال لجنة اللي هي لجنة اللي احنا برضو يعني بنربط لابنائنا. تمام. طيب شفنا السؤال بتاع نور، جميل جدا. طيب السؤال الصعب، من ما العلاقة؟ كنا احنا برضو كنت سيادتك كتبت الاسئلة بتاعت ما العلاقة، نستعرضها مع عندنا الطلبة قبل ما ننهي الحلقة. طبعا بيقول هنا نتائج ايه؟ حادثة فشودة وتغير سياسة كفاح مصطفى كامل. ما احنا هنا عندنا نتائج حادثة فشودة، مش حدث تقارب بين انجلترا وايه؟ بين انجلترا وفرنسا. هذا التقارب انتهى بايه؟ بتخلي فرنسا عن تأييدها لمصر. هذا التقارب انتهى بايه؟ بعقد الوفاق الودي بين انجلترا وفرنسا 1904. وهنا مصطفى كامل ادرك ايه؟ يعني يقول لك الوحيد الذي لم يدب اليأس في نفسه هو مصطفى ايه؟ كامل ادرك استحالة الاعتماد على خديوي عباس، لان خديوي عباس خاف على عرشه وتنكر للحركة الوطنية. مصطفى كامل قال ايه؟ ضرورة الاعتماد على مين؟ المصريين. على الشعب المصري. الشعب لازم يعتمد على نفسه حتى يفوز بالاستقلال. ومن هنا بقى مصطفى كامل بدأ يعني سلسلة من الاعمال الناجحة اللي فعلا كان ليها دور ايجابي في ايقاظ الحركة الوطنية في مصر. يعني مثلا نقول مصطفى كامل يعني اصدر الصحف زي جريدة اللواء 1900، وزي جريدة العالم الإسلامي 1905 في إطار فكرة الجامعة الإسلامية. كان بيسافر عواصم الدول الأوروبية ويكتب في الصحف بتاعتها، كان بيصادق كبار الشخصيات الأدبية والسياسية في أوروبا، طلب من السلطان العثماني ان هو ينسحب من اليونان مقابل انسحاب انجلترا من مصر. يعني هقول الاعمال بتاعته، انشاء الحزب الايه الوطني 1907، نشر التعليم، فنادى بانشاء، طبعا اسس الكثير من المدارس ونادى بانشاء الجامعه الاهليه اللي تاسست 1908. لان مصطفى كامل بيقول ايه؟ السبيل الوحيد للاستقلال لازم نعلم الشعب المصري. مصطفى كامل استغل حادثه دنشواي للتشهير بجرائم انجلترا، وفعلا جابت نتيجه لما سافر بره وكتب في الصحف ضد الجرائم بتاعه دنشواي. النتيجه ان انجلترا ادرجت يعني صعوبه موقف الاداره بتاعتها في مصر، ولازم كانت تغير اللي هو كرومر وتعين معتمد بريطاني جديد اللي هو جوريست.
يبقى ده بالنسبة للعلاقة بين الحادثة بتاعت فاشودة وتغيير كفاح أو سياسة فصل. كفاح مصطفى كامل. طيب استاذ عبد المنعم بعد ما جاوبنا السؤال ده هناخد فاصل قصير ونرجع تاني لأبنائنا. اهلا بكم ابنائي، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل وبنكمل معاكم حلقه المراجعه ولسه مستمرين معاكم لمده ساعه تاني. ابنائي احنا النهارده بنستعرض مجموعه جميله جدا من الاسئله، وبدانا بالاسئله اللي فيها مستويات عليا اللي هي بتخافوا منها وخففناها لكم خالص اهو في اول المراجعه. ما هي انتوا بتخافوا من ايه؟ بتخافوا من ماذا يحدث وما العلاقه وما رايك وما مقترحاتك، والباقي انتوا بتدربين عليه كويس جدا عشان هناخد مجموعه من الاسئله تاني دلوقتي. فكنا بنناقش مع بعض مع الاستاذ عبد المنعم ما العلاقه. خلي بالكم بنمسك حدث وبنشوف تاثيره على حدث. بدانا بحادثه فاشوده، تاثيرها ايه؟ ادت الى ان مصطفى كامل غير سياسته، ادرك صعوبه الاعتماد على الخديوي زي ما الاستاذ عبد المنعم قال لنا، قرر ان هو يعتمد اكتر على الدوله العثمانيه وعمل جريده العالم الاسلامي، بدا يعتمد على المصريين فقام بوضع الدستور ووضع جريدة اللواء. طيب استاذ عبد المنعم الجزئية الثانية في ما العلاقة هي نتائج حملة فريزر وتخلص محمد علي من الزعامة الشعبية. تمام نمسك الحدث الأول ونشوف الحدث الثاني. يلا استاذ عبد المنعم، عارفين ان حملة فريزر وجيه وفشل، وعارفين اسباب الفشل، المقاومة الشعب المصري لهذه الحملة هو اللي افشلها. هنا مين هنا ظهر في المقاومة؟ مين ترأس او تزعم المقاومة ضد حملة فريزر؟ طبعا عمر مكرم والزعامة الشعبية. فهنا تبلور قوي يعني مكانة الزعامة الشعبية، وخاصة مكانة عمر مكرم كرجل خلص البلد من حملة عسكرية جاية تحتل مصر وهي حملة فريزر. فزادت مكانة عمر مكرم عند الشعب المصري. لما زادت مكانة عمر مكرم مين خاف؟ ها؟ مين خاف على نفسه من مكانة عمر مكرم؟ طبعا محمد محمد علي. ولذلك هنا محمد علي صمم على ضرورة التخلص من الزعامة الشعبية، خاصة بعد ازدياد مكانة عمر مكرم فين؟ في مقاومة حملة فريزر وإفشالها. هذا بالإضافة بقى لأن الزعامة الشعبية أنتوا عارفين هي اللي عينت محمد علي، وهي اللي عينته بشروط إلى آخره. تمام. فكان لازم يتخلص يبقى فيه هنا علاقة تمام. العلاقة اللي هي ازديادة مكانة الزعامة الشعبية خاصة عمر مكرم. تمام أستاذ عبد المنعم. أنا مكالمة من أسوان. ألو. ألو. أهلا، السلام عليكم عبير، زي عليكم السلام. أنت يا أستاذ أنت عاملة إيه؟ تمام الحمد لله. زي أهل أسوان كلهم. كلهم بخير الحمد لله. انسان طيبة، اتفضلي. انت طيب. يا استاذ لو سمحت احنا معانا اربع ايام قدام التاريخ فعايزين نقسم فيها الوقت. عايزة ايه؟ تقسيم الوقت يعني. حاضر. طب ايه رأيك هنخلي استاذ عبد المنعم يقسم معاك الوقت ويقول لك كده زي ايه البشامة بتاعت النجاح استاذ عبد المنعم، او ازاي تنظيم الوقت استاذ عبد المنعم؟ هو بص يا عمير، انت لازم تشتغلي يعني، ما تقوليش هنام وام مش عارف من النوم امتى واسهر امتى. يعني تنظيم الوقت ده في ايدك، يعني انا بستغل برضه وقت النهار كويس قوي يعني. لازم ابدا. بص يا عبير، انا عندي خمس فصول. خمس فصول لازم ابدا بيهم، احفظهم. طيب افهمهم، بلاش احفظهم، ما بحبهاش كلمه احفظهم دي. يعني الفصل الاول، الثاني، الثالث، الرابع، السابع. انت لما تاخدي الاربع فصول الخمسه دول انت 50 درجه، انت وصلت هنا 50 درجه. 50 درجه خمس فصول دول. ماشي. هقول لك بقى استاذ عبد المنعم لحظه. الفصل الثاني والسابع مع بعض 24 درجه، 24. والثالث والرابع 20 درجه، يعني انت عندك اربع فصول ب 46 بحوالي 44 درجه. تمام. يعني هم بيقربوا كده ما بين 48 و 50 درجه الخمس فصول يعني. تمام. يبقى ركز فيهم قوي كويس قوي، وبعدين بنقل بعد كده. خلصت وفهمتهم وحليت عليهم، انت قدامك مده، خلي بالك ما تستهينيش بيها وما ضيعهاش. يعني ما اقولش لا هريح النهارده ابدا من بكره، الشيطان هياخد مني الوقت. فنبدا من دلوقتي، يعني المفروض كنا بدانا من امبارح. خلاص، لان امبارح ما كانش يضيع. فابدا بالاربع الخمس فصول اللي احنا قلنا عليهم. خلصت، خش على الفصل الخامس، وبعدين السادس، وبعدين الثامن. طيب ماشي. عايز اقول لها حاجه يا استاذ عبد المنعم، يعني برضو يعني نظام المذاكره. يعني اولا الطالب طبعا بقاله 20 يوم ما ذاكرش يا استاذ عبد المنعم، من ساعه فاللي هيجي يمسك امتحان عشان يحله مستواه مش هيعدي ال 50 او ال 60%، في حاجات هتقع منه. نعمل ايه يا استاذ عبد المنعم؟
نبدأ بمذاكرة الفصول تاني، نقرأ تاني الفصول، لا إما على شكل سين وجيم مرتبة ورا بعضها، لا إما المادة العلمية. خلصنا الفصول في يومين نبتدي، لو عندك سين وجيم عاملاه يا أستاذ عبد المنعم امتحانات وإجاباتها النموذجية نقرأ الإجابات. خلصنا ده وثبتنا المعلومة نبتدي نحل بقى. تمام. معايا يا ماما؟ ابتديها كده، أستاذ عبد المنعم بدأ لك بالمذاكرة. طب بعد ما نخلص المذاكره بس ما ينفعش احل اسئله. اه انا بقالي شهر ما جيتش ناحيه الكتاب. يبقى انا ادي ثقه لنفسي، لان قبل امتحان العربي كانوا هم يعني متفرغين لمذاكره العربي قبل خمسه استاذ عبد المنعم. قبلها باسبوع ولا 10 ايام. مدرسين العربي بياخدوهم تحت وردم اسبوعين فالطالب ناسي خلاص. ايوه. طب عندك اسئله بقى؟ لا شكرا يا استاذ. مش عندك اي حاجه؟ لا لسه. طيب تابعينا بقى للايام اللي جايه باذن الله يا عبير. شكرا يا عبير. اسمعي بقى اجابات الاستاذ عبد المنعم في اسئله ما العلاقه كده. يلا يا استاذ عبد المنعم السؤال الثالث بقى بتاع ما العلاقه، اللي هو برضه ما العلاقه بين قيام الحرب العالميه الاولى ووضع مصر السياسي. كذا الحته دي مهمه جدا يا يعني ابني. الحقيقه الحرب العالميه مهمه قوي. الحرب العالميه الاولى عند قيامها الدوله العثمانيه دوروا عليها فين حته الدوله العثمانيه في الحرب، هل هي على الحياد، هل هي مع دول الوسط ام مع الحلفاء اللي هم الوفاق اللي هي انجلترا وفرنسا وروسيا؟ لا، هي مع دول الوسط. انضمت الدولة العثمانية الى ايه؟ دول الوسط اللي هي المانيا والنمسا والمجر. واعلنت الحرب ضد مين؟ ضد دول الوفاق اللي هي انجلترا وفرنسا وروسيا. تمام. طب النتيجة ايه دلوقتي؟ الدولة العثمانية اعلنت الحرب ضد انجلترا. انجلترا هتقف تتفرج عليها؟ لا طبعا. انتقمت انجلترا من الدولة العثمانية، فقامت انجلترا بفرض الحماية البريطانية على مصر في نوفمبر 1900 ديسمبر 1914 وإيه؟ وإلغاء السيادة العثمانية وعزل الخديوي عباس حلمي الثاني وتعيين عمه الأمير حسين ودوله لقب إيه؟ السلطان حسين كامل. يبقى وضع مصر السياسي هنا اتغير ولا ما اتغيرش؟ خلاص ما بقاش في حاجة اسمها مصر ولاية عثمانية، انقطعت كل صلة بين مصر والدولة العثمانية إلى الأبد منذ هذا التاريخ. يعني رسميا وفعليا واسميا أصبحت مصر مستعمرة إنجليزية 100%. خلاص ما فيش حاجة اسمها مصر ولاية إيه عثمانية. يبقى ده سبب التغير السياسي. يبقى قيام الحرب العالمية الثانية أو نتج عنها إيه؟ تغير وضع مصر الإيه السياسي بسبب قيام انجلترا بإلغاء السيادة العثمانية وفرض الحماية البريطانية وعزل الخديوي عباس وتعيين عمه السلطان حسين كامل. يبقى دي بعض أسئلة ما العلاقة اللي هي يعني برضو إيه تعتبر من الأسئلة المهمة اللي ممكن قوي تيجي. ما ممكن مثلا يقول لك يا أستاذ محمود برضو إيه استنتج أهمية استنتج أهداف فرنسا من إرسال حملة عسكرية إلى مصر في القرن السابع عشر الميلادي. القرن الثامن. القرن السابع عشر. القرن الثامن. لا خلينا في السابع عشر. هنبدأ بلويس الرابع عشر. يعني ماشي. يبقى نقول هنا ايه فكرت. التفكير هنا يبقى هنا استنتاج الاهداف يا لويس الرابع عشر كان عايز يبعت استنتج اهداف فرنسا من ارسال حمله عسكريه الى مصر في القرن السابع عشر الميلادي. يعني هو هي امتى بدات فكره ان فرنسا تفكر في ارسال حمله؟ في القرن السابع عشر في عصر لويس الرابع عشر، مش كده؟ ليه بقى؟ هو ده الاجابه. خلي بالك لضرب او للانتقام من التجارة الهولندية التي تمر من ايه؟ طيب التي تمر من مصر. انا هنا اقول برضو هنا استاذ عبد المنعم لو جالهم هيجي لهم التفكير. ما انا بقول اصل ارسال هو قال ما قالش ارسلت يعني هو كان التفكير ايه التفكير في الارسال اصل التفكير لان هتلغفل الطالب. ما هنا الطالب ما هو قال القرن 17 التفكير انا معاك التفكير يبقى هنا عرفنا استنتج اهدافه التفكير. يبقى ليه فرنسا كانت عايزه تبعت حملة عسكرية إلى مصر في القرن السابع عشر؟ عرفناه لأن فرنسا عايزة تنتقم من مين؟ من التجارة الهولندية التي تمر من إيه؟ مصر. زي مثلا ما أقول لك إيه؟ استنتج برضه هو نفس السؤال أهو أقول إيه؟ استنتج أهداف حكومة الإدارة من إرسال حملة عسكرية إلى إيه؟ إلى مصر، مش كده؟
عام كام؟ اهو حددت السنه اهو 1700 كام؟ 8 وايه؟ و90 ميلاديه. هنا ليه فرنسا او حكومه الاداره الفرنسيه عايزه تبعت حمله عسكريه الى مصر؟ هنا انتوا عارفين ان فرنسا لما فشلت في ضرب انجلترا في عقر دارها بسبب موقع انجلترا الجغرافي المنعزل عن اوروبا وبسبب قوه الاسطول الانجليزي، فكرت فرنسا ان هي او قررت فرنسا او الحكومه الاداره ان هي تبعت يعني نقول حمله عسكريه بقياده نابليون الى مصر للقضاء على الامبراطوريه الفرنسيه في الشرق، اقامه امبراطوريه فرنسيه، طبعا القضاء على الامبراطوريه البريطانيه في الشرق، اقامه امبراطوريه فرنسيه شرقيه، تسهيل مرور التجاره الفرنسيه من مصر بدلا من ايه؟ من راس الرجاء الصالح اللي بيسيطر عليه الاسطول الانجليزي. يبقى احنا ممكن السنه دي في الامتحان اليوم الثلاث ده نتوقع سؤال زي ده، يعني سؤال جديد ما جاش ايه قبل كده، عشان برضو ما يبقاش مفاجاه بالنسبه لنا. اما اقول استندك اهداف، هو انتوا عارفين يعني انا ممكن اشيل كلمه استندك اهداف فرنسا واكتب بما تفسر، هو بس عشان الصيغه ايه، زي ما انا مثلا اول ما جبت السؤال بعد قبل كده ما العلاقه، برضو الناس يعتبروا السؤال جديد والصيغه مختلفه، وفي ناس اشتكوا ايه، اشتكوا منه. الطالب الشاطر الفاهم يفكر في صيغه السؤال عشان يقدر ايه، يقدر يجاوب عليه كويس. خلي بالنا من صيغه استنتج ايه اهداف ايه فرنسا، زي برضو نفس القصه اهداف المجمع العلمي هي اسباب انشاء المجمع العلمي. طيب استاذ منعم، وانت كده بتقول اجابه السؤال، فانا جمعت للطلبه الثورات الموجوده في المنهج. تمام. لان في بعض الثورات الطلبه بيبقوا مش عارفين في انهي دوله، لان ساعات بيجيب الثوره بالتاريخ وساعات بيبقى الثوره موجوده في سطرين كده فمعديه عليه. احنا عايزين بقى السؤال ده اللي نجمعه مع بعض، نشوف كده يا ابنائي السؤال بيقول ايه بقى. ممكن يجي لك في المقارنه او ممكن يجي سؤال ما النتائج او ممكن سؤال بما تفسر، يعني الثوره بتيجي ازاي، بما تفسر قيام ثوره كذا، او ما النتائج المترتبه على ثوره كذا، لاما قارن بين ثوره كذا وثوره كذا. يلا بينا مع بعض نشوف الثورات ونمسك ثوره ثوره النهارده عشان في المراجعه يبقى استفدنا بحاجه. ثورات المنهج، الاول السؤال يا استاذ عبد المنعم، وضح اسباب ونتائج الثورات الاتيه. يبقى كده احنا جمعنا، لو جه بما تفسر جاوبنا، لو جه ما النتائج جاوبنا. يلا نشوف الثورات وهناخدها بالتواريخ على فكره. واحد، الثوره الفرنسيه 1789، ممكن نكتب بخط واضح في ورقتين يا استاذ عبد المنعم. اتنين، ثوره القاهره الاولى 1798، ثورة القاهرة الثانية 1800، ثورة الشعب المصري 1804 اللي هي ضد البرديسي يا جماعة، ثورة الشعب المصري 1805، وبعدين هنكمل نجاوب دول وبعدين نرجع نكمل. انا مجمع الثورات كلها هو مع استاذ عبد المنعم، هنمسك ثوره ثوره ونتكلم عنها. واول واحده دي، اول واحده دي يمكن ما جاتش خالص، ما جاتش بالصيغه دي اللي هي اسباب قيام الثوره الفرنسيه، اسباب قيام الثوره الفرنسيه ونتائجها. نشوف مع بعض يا استاذ عبد المنعم الثوره دي قامت ليه وايه نتائجها. صار طبعا دي طبعا هي عملت ضد نظام الايه الحكم الملكي المستبد وضد سوء الاوضاع الايه الاقتصاديه والاجتماعيه وفرض الضرائب الباهظه. يعني هنا النقطه بتاعت الضرائب دي بنلاقيها بتشترك في ثورات كثيره جدا. يبقى سوء احوال فرنسا الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسية. في ظل حكم وسياسيه في ظل حكم لويس اللي هو ايه ال16. خلاص، ورغبه طبعا هنا خلي بالكم، والثورة دي قبل ما ننسى هي ثورة اجتماعية. يبقى دي هنا من ضمن الأسباب. أيوه. حدث تغيرات اجتماعية في فرنسا بعد قيام الثورة الصناعية. منها أدت إلى أن طبقة عامة الشعب مع البرجوازية قررت التخلص من ظلم الإقطاع وظلم الملكية والقضاء على الملكية، وفعلاً اقتحموا سجن الباستيل وقتلوا وأعدموا الملك لويس 16. يلا نشوف بقى نتائج الثوره. اتفضل زمان. النتائج بتاع الثوره الفرنسيه لازم نبقى عارفين، اول حاجه طبعا هي الغت النظام الملكي واعلنت الجمهوري. نمره 2، نقول خوف ملوك
أوروبا من مبادئ وأفكار الثورة الفرنسية على عروشهم. النقطة الثانية تحالف ملوك أوروبا بزعامة إنجلترا للقضاء على الثورة الفرنسية وإلغاء النظام الجمهوري وإعادة النظام الملكي. نقول بعد كده النقطة اللي وراها فرض حصار، الدول الأوروبية فرضت حصار على حدود فرنسا لمنع تسرب أفكار ومبادئ الثورة الفرنسية من فرنسا إلى الدول الأوروبية. نجح فرنسا في الانتصار على كل الدول الأوروبية وتوسعت فرنسا، أصبح لها مكانة عالية في أوروبا. النقطة اللي وراها فشل فرنسا في ضرب إنجلترا في عقر دارها بسبب الموقع الجغرافي وقوة الأسطول. قررت حكومة الإدارة الفرنسية الانتقام من إنجلترا في مكان آخر عن طريق إرسال حملة عسكرية إلى مصر لاحتلالها للقضاء بقى زي ما قلت من شوية الإمبراطورية البريطانية في الشرق وتسهيل مرور التجارة الفرنسية من مصر إلى آخر. كمان ممكن نحط حاجة كمان مصدر عاملين كده وبيشرح لنا ان دخلت الثوره في عده اشكال من اشكال السلطه التنفيذيه والتشريعيه، اللي هي الحته اللي جت مستخبيه النوبه في الامتحان، اللي هي عرفوا حاجه اسمها الجمعيه التشريعيه، المؤتمر الوطني، حكومه الاداره. خلي بالكم الحته دي مستخبيه، دي من ضمن نتائج الثوره برضو. خلي بالكم في علاقه هنا بين الثوره الفرنسيه ومجيء الحمله الفرنسيه، لان تصدي انجلترا للثوره جعل فرنسا عايزه تنتقم منها، ما عرفتش تنتقم زي ما استاذ عمنا قال لنا بسبب الموقع وقوه الاسطول، ففكرت في ضرب تجارتها اللي بتعدي عن طريق مصر الى الهند. طب خلي بالكم من حاجه، الثوره الفرنسيه من ضمن اسباب مجيء الحمله الفرنسيه زي ما استعرضناها برضو. ما احنا قلنا من اسباب مجيء الحمله قيام الثوره الفرنسيه ورغبه فرنسا في تامين طريق تجارتها، وطبعا بسبب التنافس الاستعماري. طيب نشوف بقى السؤال بعد كده اللي هي ثوره القاهره الاولى 1798. استاذ عبد المنعم، ثوره القاهره الاولى طبعا في علاقه بين ثوره القاهره الاولى وموقعه ابو كير البحريه برضه بنجاوب مع بعض كده. ايه هي بقى؟ لان من نتائج معركه ابو كير البحريه لما الاسطول الفرنسي اتدمر، تشجع المصري الشعب المصري على القيام بالثوره ضد مين؟ ضد نابليون. ويمكن يقول لك ان ثوره القاهره الاولى قضت على اخر امال نابليون في نجاح الحمله الفرنسيه. اما اجي بقى استعرض اسباب الثوره، انا قلت هنا في نقطه دايما بتيجي احطها في اي ثوره، فرض الضرائب الباهظه. نابليون فرض ضرائب باهظه على المصريين، بالاضافه الى قيام الجنود الفرنسيين بتفتيش البيوت والمحلات بحثا عن الاموال، هدم ابواب الحارات والمنازل والمساجد بحجه تحصين القاهره. هذا بالاضافه الى هنقول خروج الفرنسيين على عادات وتقاليد الشعب المصري، تأكد المصريين من ان نابليون مستعمر غريب يجب طرده. كل دي اسباب ادت الى قيام ثورة القاهرة الاولى في اكتوبر 1798، اللي كان المركز بتاعها هو الازهر الشريف. يعني علماء الازهر هنا هم اللي تزعموا وخططوا لهذه الثورة. وطبعا اول نتيجة نقول هنا نجح المصريين في قتل عدد كبير من الفرنسيين يصل الى 200، على رأسهم ديبوي حاكم القاهرة الفرنسي. 2، قام نابليون بضرب طبعا الازهر وحي الازهر بالمدافع من فوق تل المقطم. دخل نابليون بخيوله الازهر الشريف، فرض غرامات باهظة على المصريين وزعماء الثورة سواء في القاهرة او في الوجه البحري، اعدام الكثير من المصريين اللي اشتركوا في الثوره. وكان في نتيجه سياسيه اللي هو الغاء الديوان العام واعاده تشكيله من جديد. كل دي نتائج لثوره القاهره الاولى. تمام يا استاذ عبد المنعم. طيب نيجي بعد كده يا ابنائي ونشوف ثوره القاهره الثانيه. الحته دي مستخبيه ولكن ممكن تجاوبوا عنها. اسباب الثوره هي بسبب كراهيه المصريين لسياسه نابليون في اقتحام الجامع الازهر، عايزين ينتقموا من الحمله الفرنسيه، فجت لهم الفرصة خلال ثورة القاهرة الثانية. والسبب الأساسي هو كراهية المصريين لبقاء كليبر في مصر بعد فشل معاهدة العريش. الحتة دي مستخبية وممكن ما تاخدوش بالكم منها. يبقى استغل المصريين انشغال كليبر بمحاربة العثمانيين، وبسبب كراهية المصريين لبقاء الحملة كانوا فرحانين إن الحملة هتمشي، فلما المعاهدة فشلت والحملة هتقعد قرروا القيام بالثورة برضو. والازهر كان ليه دور في قيامها وكان مركزها حي بولاق. ونتائج الثوره، فشلت الثوره
قام قليبر بإحراق حي بولاق، وقام بالقبض على عدد كبير من زعماء الثورة، وقرر قليبر ان هو بقى ايه بعد الثورة دي ان هو يتفق مع مراد بيك على حكم الصعيد، فوافق مراد بيك حتى لا يعود الأتراك مرة أخرى إلى مصر. الحتة دي مستخبية بس برضو بننهلكوا عشان ما تكونش ضاعت منكم. وبرضو الحتة دي تفكرني بحاجة اللي هي موقعة أبي قير البرية أستاذ عبد المنعم، مستخبية جدا اللي هي حصلت بعد عودة نابليون من الشام واكتشف وجود الجيش العثماني في أبو قير، فراح هناك وحاربه على البر ونتج عن هذه المعركة هزيمة العثمانيين، وعلم نابليون بسوء أحوال فرنسا فقرر العودة وتعيين كليبر. طيب نخش بعد كده على ثورة 1804 اللي هي قامت ضد البرديسي، يلا استاذ عبد المنعم اسبابها ونتائجها. طبعا انت عارفين الازمه الاقتصاديه اللي تعرضت لها مصر في 1804 كنتيجه من نتائج نقص فيضان النيل بتاع اغسطس 1803، فطبعا قلت مساحه الارض الزراعيه وارتفعت اسعار المحاصيل الغذائيه، عم الفقر بين الناس. طب ايه الاجراءات اللي البرديسي عملها لحل الازمه؟ فرض ضرائب باهظه على المصريين، والجنود المماليك استخدموا القسوة والشدة في جمع هذه الضرائب من المصريين. النتيجة اهو، شوف قيام الشعب المصري بثورة ضد البرديسي وضد الايه المماليك بسبب الضرائب الباهظة اللي فرضها البرديسي. يبقى دي الاسباب اللي ادت الى قيام الثورة. يبقى هجيبها، يبقى في علاقة بين ازمة فيضان النيل اغسطس 1803 وبين قيام الثورة المصرية في مارس 1804، اهو في علاقه. تمام. علاقه هنا ايه وثيقه. وانت عارفين بقى دور محمد علي هنا، انه خاف ان جنوده يتاثروا بهذه الثوره، فامر جنوده بسرعه النزول الى الشوارع وانضم الى العلماء والمشايخ ضد البرديسي. يعني دي نتائجها، دي النتائج بقى. كانت محمد علي، مكان محمد علي وحارب المماليك وطردهم نهائيا من القاهره في مارس 1804. وهنا طبعا هو الغى بقى الضرائب اللي فرضها البرديسي، وهنا اكتسب محمد علي حب الشعب الايه المصري وثقه الزعماء. تمام يا استاذ عبد المنعم. نخش بقى على ثوره 1805. اسبابها غضب الشعب المصري من سياسه خورشيد باشا اللي هو كان والي على مصر، بسبب سوء تصرفات فرقه الدلاء اللي هو استعان بيهم خورشيد باشا في فرض الضرائب البايظة. يبقى الشعب زعلان من سياسة خورشيد المستبدة، وبسبب سوء تصرفات الفرقة العثمانية اللي جابها من اسطنبول وسوء تصرفاتهم المالية وفرض الضرائب، فده أدى لسخط الشعب. طيب نتيجة الثورة حاصر الشعب المصري القلعة، وحدثت مناوشات بين الزعامة الشعبية والمصريين وجنود خورشيد. 2 قام زعماء الشعب بالذهاب الى محمد علي وتعيينه وليا على مصر في دار المحكمه. 3 وافق السلطان العثماني على رغبه الشعب المصري واصدر فرمان بتعيين محمد علي وعزل خورشيد. خلي بالكم حتت صغيره مستخبيه، واهميه ثوره 1805 من اهم نتائجها اللي هي اثبتت قوه الزعامه الشعبيه. طيب نكمل اسئله استاذ عبد المنعم. ما اسباب ونتائج؟ نكمل بقى رقم 6 مش كده ولا ايه؟ 1-6 الثوره العرابيه 1881. انا ماشي معاك بالتواريخ، ولو في حاجه نسيتها استاذ عبد المنعم قول لي عليها. الثوره العرابيه 1916، انا ماشي معاكم بالتواريخ يا اولادي. ثوره 1919 في مصر طبعا. ثورة 1920 في العراق. ثورة 1925 في سوريا. ثورة 1935 في مصر. ثورة 1936 في فلسطين. نقف لغاية هنا ونكمل في صفحة تانية بس عشان هم كتير. يلا استاذ عبد المنعم كده نبدأ بالثورة العرابية. الثورة اللي هي العرابية 1800
81 طبعا احنا عندنا اسباب قويه جدا، يعني مثلا على سبيل المثال لما نيجي نقول ايه سوء الاوضاع الاقتصاديه، يعني دايما نبدا بسوء الاوضاع الاقتصاديه لان هي دي اللي بتبقى المحرك الاساسي لثوره الشعوب ضد نظام او انظمه الحكم. فالثوره يعني اللي بيبقى سببها عامل اقتصادي بتبقى قويه جدا اقوى من اللي بيبقى سببها عامل سياسي. فطبعا سوء الاوضاع الاقتصاديه بسبب قانون الايه التصفيه اللي اصدرته لجنه التصفيه اللي عملتها المراقبه الايه الثنائيه، واللي خصص اكتر من نصف ايرادات مصر لسداد الديون، وهذا ادى الى ايه ساءت احوال المصريين الاقتصاديه والمصريين اتحرموا من ثمره جهودهم. نمره 2 طبعا الحكم المطلق المستبد للخديوي توفيق ورياض ايه ورياض باشا، هذا بالإضافة إلى ازدياد التدخل الأجنبي في شؤون مصر الداخلية، هذا بالإضافة إلى إيه؟ تعرض العسكريين للاضطهاد داخل الجيش على يد مين؟ القيادات التركية اللي هم ضباط الأتراك والشراكسة اللي هم موجودين في الجيش المصري. طبعا يبقى أنا عندي هنا أكتر من إيه؟ من سبب، وفي سبب بقى مباشر للثورة الإيه؟ العرابية اللي هو نقل الأمير ألاي عبد العال حلمي من قيادة ألاي ترى وتعيين ضابط تركي مكانه كقائد لمعسكر ترى أو كتيبة في ترى، وهذا يعتبر تنزيلا لمكانة الضابط المصري. هو طبعا مش يعني مش يقصد عبد العال كعبد العال، هو عبد العال من نقصد له كرمز للضباط الايه المصريين يعني بعد كده ممكن كل شويه يشيلوا اي ضابط اي ضابط مصري لصالح الايه الاتراك. طب هنا يا استاذ عبد المنعم هنحط برضه الاسباب العسكريه من اسباب قيام الثوره، هل هي سوء اوضاع الضباط؟ سوء اوضاع الضباط حضرتك هتشرحها لو عايز بقى. تمام، يعني مثلا اللي هو الاضطهاد مفيش ترقيات. تمام، وتقول المرسوم. يبقى انا عندي اسباب قيام الثوره العربيه ابنائي زي ما الاستاذ عبد المنعم وضح لنا، اسباب سياسيه، اسباب اقتصاديه، اسباب عسكريه، وسبب مباشر. طيب لو جينا نقول بقى نتائج الثوره العربيه 1881-82 نتج عنها ايه؟ اولا الثوره، اما بتكلم عن احداثها، الثوره فشلت في تحقيق اهداف على طول. ما اقولش بقى ما فيش طالب يقول لي ايه اتجع عن الثوره اللي هو عزل عباس عزل عثمان رفقي لا انا عايز الثوره دي احداث كتوتال، خلي بالكو لان في واحد ممكن نتائج نهائيه صح من واحد يخترع ويقول لك نتج عنها كذا وتشكيل مجلس النواب ومذكره، لا انا عايز الثوره كنهايه، الثوره كاحداثها في النهايه فشلت عسكريا برغم صدق اهدافها. نتج عنها قيام انجلترا باحتلال مصر نتج عنها يعني اذا يبقى في علاقه وثيقه بين الثوره العربيه والاحتلال الانجليزي لمصر. طبعا صح، هي السبب. هي السبب يعني. واحنا هنا يمكن لو في جمله كده في الكتاب يا استاذ عبد المنعم ان مصطفى كامل كان يلوم على احمد عرابي قيامه بالعداء مع الخديوي، خلي بالكم ده ممكن يجي سؤال في امتحان، ماذا يحدث لو لم يكن هناك عداء بين عرابي والخديوي توفيق؟ ما وجدت انجلترا الفرصه للتدخل باسم حمايه الشرعيه او الحكم بتاع الخديوي، حتى ما كانش اسمه احتلال يا استاذ عبد المنعم، ده قال لك ايه؟ مجيء بناء على طلب الخديوي لحفظ الامن في البلاد ولحفظ عرش الخديوي. ما حتى المذكرتين الاولى والثانيه اللي بعتتهم انجلترا وفرنسا ان هم جايين لحمايه تنزل. ايه؟ عرش الخديوي. عرش الخديوي، تخيلوا بقى من إيه؟ الهوجه، لان هم كانوا يسموها هوجه عرابي. يبقى الثوره العربيه سبب في احتلال طبعا، وما قالت للاحداث 74 سنه بسبب عدم التخطيط من احمد عرابي وزملائه وعدم ادراكهم. هم كانوا ايه؟ فاكرين ان ممكن دول اجنبيه تقف ضد انجلترا، ما عرفوش ان الاستعمار هو واحد وان فرنسا ولا روسيا عملها طبعا ما هتساند. ما الدليل على كده؟ هو الاسطول الانجليزي لما جه يدخل قناه السويس رغم الوعد اللي ديليسيبس اعطاه لعرابي، ديليسيبس اوفى بوعده؟ لا، مش كان عرابي؟ وسمح للاسطول الانجليزي بدخول قناه الايه؟ السويس، لان ديليسيبس هنا كراجل استعماري بينتمي لدوله استعماريه كل همه الحفاظ على مصالح بلده اللي هي فرنسا الاستعماريه في مصر، هو ده كل اللي يعنيه، انما ما يعنيهوش مصر انجلترا تحتلها ولا ما تحتلهاش. عدم تقدير عرابي لقوه الجيش الانجليزي، الجيش الانجليزي تقريبا كان بيعدي 50,000، الجيش العرابي كان 12,000 منهم بعض المتأهلين. هي المشكله مش في العدد برضه يا استاذ محمود، المشكله في نوعيه السلاح الحديث اللي بيمتلكه الجيش الانجليزي. انما السلاح اللي كان مع الجيش العرابي كان سلاح برضه ايه يعني تعبان، مش لا يساوي قوه السلاح الانجليزي. تمام يا استاذ عبد المنعم، معانا مكالمه، معانا سمر. الو، السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكي. ازيك يا مستر؟ كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وأنت طيبة يا ماما وكل أبنائنا بخير. ازيك يا مستر عبد الرحمن؟ أستاذ معاك أهو. أهلا وسهلا بيك، ازيك؟ كل سنة وحضرتك طيب. بالصحة والسلامة. اتفضلي يا سمر. كان في سؤال قلته بس أنا ما سمعتش الإجابة كويس عشان ليه؟ إيه هو؟ قيام الحرب العالمية الأولى ووضع مصر السياسي العلاقة بينها. حاضر. يا مستر وبالله عليك قول لنا الأسئلة المهمة، كل يعني المواد الأدبية اللي عدت كلها الأسئلة كانت يعني كل اللي حضراتكم قلتوه زمان حضراتكم يعني. بإذن الله. فقول لنا المهم كل إن التاريخ بصراحة هو اللي عامل مشكلة عندنا. طب أنا بقول لك حاولي تسمعي الحلقة تاني بالليل اللي فاتك منها بإذن الله. طب هي القعدة إمتى؟ القعدة يمكن الأستاذة الساعة 8. ماشي، ممكن ناخد رقم حضرتك؟ طيب نجاوب السؤال طيب؟ ماشي. العلاقة بين الحرب العالمية الأولى وتغير وضع مصر السياسي مع اشتعال الحرب العالمية الأولى ودخول تركيا الحرب ضد انجلترا، غضبت انجلترا وقامت بإلغاء السيادة العثمانية من على مصر، اهو التغير هنا اهو، وقامت بإلغاء السيادة العثمانية ووضع مصر تحت الحماية البريطانية. شفت التغير؟ إلغاء السيادة ووضع مصر تحت الحماية وعزل عباس حلمي، عزلت عباس حلمي اللي هو الموالي لتركيا، وعينت بدلا منه عمه حسين كامل الموالي لانجلترا، واعطته لقب سلطان، وعملت بقى اجراءات تانيه. بس هي ده تغير وضع مصر السياسي. ممكن السؤال يجي لك تاني يقول لك ما العلاقه بين قيام الحرب العالميه الاولى واجراءات انجلترا، قيام انجلترا باجراءات في مصر، هنقول الاجراءات او وضح اجراءات انجلترا في مصر بعد قيام الحرب العالميه الاولى. لا ده يعني ده سؤال تاني. يعني هي ممكن ايه يقول ايه ما العلاقه بين الحرب العالميه الاولى وقيام ثوره عام 1919؟ تمام، بسبب الاجراءات. وانما قامت الحرب هتكتب انجلترا عملت ايه في مصر؟ الاجراءات اللي عملتها، بدايه بالغاء السياده العثمانيه وفرض الحمايه وعزل عباس وتجنيد الايه؟ المصريين والاستيلاء على المحاصيل وعلى المواشي. أيوة. وفرض الاحكام الايه؟ العرفيه. وبعد الحرب ما خلصت تنكرت ايه انجلترا لاستقلال ايه مصر، واستمرت هذه الاجراءات بعد الحرب. يعني بعد نهايه الحرب يا سمر الاجراءات فضلت زي ما هي، خاصه يا استاذ منهم اللي هو مبدا ويلسون. مبادئ ويلسون هي اللي ادت الامل للمصريين ان ياخدوا الاستقلال. فاول واحد رجع في كلامه ويلسون، من ضمن يعني اول واحد وافق على بقاء الحمايه البريطانيه ورفض مطالب سعد زغلول طبعا لما راح مطالب. ده اتهم المصريين ان هم ما ينفعوش حتى يحكموا نفسهم حتى حكم ذاتي. تمام، للاسف يعني. طيب في ايه تاني يا سمر؟ لا كنت عايزه رقم حضرتك بقى. نعم؟ رقم حضرتك. الرقم رقمنا بخديه باذن الله من بره من الاستوديو يعني، تحت امرك. شكرا. علينا ليكي، اتفضلي يا سمر. استاذ عبد المنعم، الثوره العربيه اتكلمنا عنها. ناخد بقى الثوره العربيه. انا عايز بقى اركز معاك كده في الثوره العربيه لان اسبابها يعني هي استنتاجيه. بس هي في حاجه صعب منهم، في سبب مباشر وفي اسباب يعني مقدمات للثوره. لان انا في طالب بيقول لي ايه ان انا بس مش عايز الطالب يلخبط ما بين اسباب الثوره العرابيه والعربيه. العرابيه الريح بعدها الف. انت لو سمحت كده اكد لي يعني العرابيه واحده بلون تاني يا استاذ عبد المنعم. يعني بقول ايه؟ يعني اكتب لي الثوره العربيه بلون ازرق عشان الطالب يعني يفهم يعني الفرق بين العربيه. لو اقول في نفس السؤال ما انت عاملها يا استاذ، اكتب لي العربيه بالازرق عشان الطالب يفهم الفرق بين العرابيه والعربيه. العربيه اللي قامت في مصر 81 العرابيه، اما العربيه يبقى هنا في الف اهو، انما دي ايه؟ العربيه. خلي بالك العربيه بتاعت شيف حسين، ما يحصلش خلط. طيب بصوا بقى في اسباب الثوره العربيه. أول سبب رغبة الشريف حسين أن يكون ملكا على البلاد العربية، خلي بالكم، وخليفة على المسلمين عشان كده عمل الثورة. اثنين، رغبة الشريف حسين في الاستقلال بحكم الحجاز عن الدولة العثمانية بالاتفاق مع انجلترا، لأن انجلترا اتفقت معاه أن يعمل ثورة مضادة ضد الدولة العثمانية اللي عليت الجهاد المقدس. شايفين الأسباب؟ يبقى رغبة الشريف حسين في تحقيق حلمه في الاستقلال عن الدولة العثمانية وأن يكون ملكا عن الحجاز والبلاد العربية. اثنين، اتفاق الشريف حسين مع انجلترا على القيام بالثورة.
نضيف برضه في سبب بقى تاني، في سبب تاني نضيفه، خلي بالكوا بقى اللي هو ايه، فشل المؤتمر العربي في باريس. ايوه اللي هو بتاع 1913، لان تركيا رفضت تنفيذ مطالب المؤتمر الايه العربي، وحتى التسويه العربيه التركيه اللي اعقبته فشلت. تمام خلاص، هذا بالاضافه الى ايه، ودي موجوده عندنا في الفصل الخامس، فشل تركيا في الدفاع عن ليبيا. فشل تركيا في الدفاع عن ايه، عن ليبيا، لما جه الغزو الايطالي ليبيا 1911. فكل دي اسباب ادت الى ايه، الى اشتعال وقيام الثوره العربيه بزعامه الشريف حسين. طبعا النقط اللي قالها الاستاذ محمود، اللي هي بقى طموحات ايه الشريف حسين، يبقى ملك للعرب وخليفه للمسلمين وعدائه للدوله العثمانيه. في بقى حته يا استاذ عبد المنعم هنا، اللي هو ما اسباب اسراع الشريف حسين للقيام بالثوره. خلي بالكم بقى، اللي انا قلته ده حاجه واللي جاي ده حاجه، يبقى في سبب. اما اقول لك مين تفسر اسراع الشريف حسين للقيام بالثوره، ما قلتش عشان يكون ملكا على العرب، لا، بسبب ان الشريف حسين علم ان الدوله العثمانيه قررت القبض عليه عن طريق ارسال جيش بقياده وهيب باشا، بسبب ان الشريف حسين كان يماطل في الاشتراك بجانب القوات العثمانيه خلال الحرب العالميه الاولى، يبقى لخوفه من القبض عليه اسرع للقيام بالثوره. هو هنا برضه يعني ممكن نضيف نقول ايه، بسبب موقف انجلترا الصلب. تمام. لان هو وجد ان موقف انجلترا مش هيتغير في الوقت اللي الدوله العثمانيه اعدت لخلعه من شرفه مكه عن طريق وهيب ايه باشا. بالاضافه برضه في جزئيه لازم اقولها، قيام جمال باشا قائد الجيش العثماني في دمشق بالقبض على الزعماء العرب واعدامهم بالجمله بتهمه ايه طوح. خيانه تركيا. تمام، يبقى هنا شيف حسين خاف هيتقبض عليه، يتقبض عليه بتهمة التواطؤ والتآمر، لأن تم إعدام بعض الزعماء العرب وكان اسم الشريف حسين موجود من ضمن الزعماء. طب استعب منهم بقى النتائج بتاعت الثورة العربية اللي هي المستخبية، اللي نوبة جت في الامتحان والطالب برضو ما عرفش يطلعها. اتفضل. يعني لازم أقول هنا الثورة العربية هي نجحت، نجحت في إيه؟ مش في نجحت في تحقيق اهدافها، هي فشلت في تحقيق اهدافها، انما هي نجحت في مساعده انجلترا وفرنسا في القضاء على الدوله العثمانيه وطرد الدوله العثمانيه خاصه من سوريا ولبنان وطبعا ومن العراق. يبقى هنا دي النتيجه. طيب النتيجه الثانيه، منعت قوات الشريف حسين بقياده ابن فيصل لانجلترا، هي اللي منعت من دخول ايه، من دخول بيروت، وسمحت انجلترا لفرنسا او الجيش الفرنسي بدخول بيروت وانزال العلم العربي ورفع مكانه العلم الفرنسي. يعني الحقيقه هنا بنجد ان نتائج الثوره العربيه على المستوى العربي بقت بقت بالفشل الذريع. هي حققت مكاسب لانجلترا وفرنسا اللي هي دول الوفاق، انما على المستوى العربي لما حققتش شيء. ولذلك هنا كان الشريف حسين يعني اخطا في تقييمه للموقف، لان هو تخيل ان هو لما يساعد انجلترا في الحرب ان انجلترا يعني هتقيم وزنا لمساعدة العرب لا في الحرب. طيب. ولكن كانت انجلترا وفرنسا لا تقيم وزنا الا لمصالحها الشخصية. طيب. مصالحها الايه الاستعمارية. طب ده على المدى البعيد يا استاذ عبد المنعم، لكن على المدى بقى بتاع احداث الثورة هنقول ايه بقى، نجحت قوات الشريف حسين، ما هنقول اللي هو طرد بقى القوات يعني العثمانيه من الحجاز، يبقى النتائج ما انا يعني اجملتها في المساعده. يعني ان هي ساعدت انجلترا في القضاء على الدوله الايه، طردها من الحجاز وتم منع قواتها من سوريا، من الشام اللي هي سوريا، او طردها حتى من العراق. برضه نتائج الوداع واجه تعنتا من مؤتمر الصلح. خلي بالكم عشان السؤال ده جه في الامتحان مره من بعيد جدا، نتائج الثوره العربيه. نيجي بقى نخش على اسباب ثوره 1919 او مقدمات ثوره 1919. خلي بالكم ان اسباب ثوره 19 ديت استنتاج للطالب. بسبب ايه؟ ان هذه الاسباب تمثلت في ايه؟ في سوء احوال مصر السياسيه واستبداد انجلترا بالشعب المصري خلال الحرب العالميه الاولى. خلي بالكم، يبقى بسبب سوء احوال مصر السياسيه من خلال الاجراءات اللي قامت بها انجلترا خلال الحرب العالميه الاولى. تاني سبب للثوره اعلان ويلسون مبادئه ال 14 وتمسك المصريين بحق ايه تقرير المصير. ده كان عامل خاصه من الاسباب المهمه ان انجلترا ودول اوروبا وامريكا رجعوا سحبوا تاني مبدا الايه؟ مبدا الاعتراف بايه؟ الاعتراف بحق تقرير المصير. اما السبب المباشر فهو نفي سعد زغلول الى جزيره مالطا.
طبعا اسباب 19 مش هتجيلك في الامتحان لان هي ما يقدرش يجمع اجابتها استاذ عبد المنعم. ولو طالب فاهم يجمعها. طالب او لا اللي هيحط امتحان استاذ عبد المنعم ما يقدرش يلزم الطالب باجابه معينه لان مش واضحه في الكتاب. ولكن انا عايز هنا استاذ عبد المنعم، هل ممكن يجي سؤال ما نتائج 19 برضه هتبقى سؤال مشتت، سؤال مشتت واوبن معايا؟ بس احنا جبناها لكم ليه؟ عشان عايز اعرفكم 19، لان انا الحته برضو المهمه ان هي قيام انجلترا بتغيير سياستها بعد قيام ثوره 19 بعد فشل سياسه اللي العنف اللي استخدمتها. قول لي بقى استاذ عبد المنعم اللي هي اجراءات يعني انجلترا لتعديل سياستها. الافراج عن سعد زغلول وزملائه والسماح لهم بالسفر الى باريس لحضور مؤتمر الصلح في باريس 1919. نجحت انجلترا في سد الطريق امام سعد في مؤتمر الصلح لان هي يعني تآمرت مع حلفائها امريكا وفرنسا على رفض الغاء الحماية البريطانية على ايه؟ على مصر. هذا بالاضافة الى ايه؟ يعني دلوقتي لما سعد خلاص فشل في عرض قضية استقلال مصر، شوف انجلترا التفت من على سعد وبعتت ايه الى مصر؟ ارسال لجنة ميلنر تمام للتفاوض مع المصريين واقناعهم بايه؟ بالموافقة على استمرار الحماية البريطانية. ولكن طبعا دي يعني في حتة تانية هنقول ان الشعب رفض بفضل لجنة الوفد المركزية بزعامة عبد الرحمن فهمي اللي نفذت التعليمات اللي ارسلها الزعيم سعد من باريس الى مصر. طيب شكرا استاذ عبد المنعم. معانا امنية من الوادي الجديد. الو الو يا امنية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا، ازيك؟ ازي حضرتك استاذ؟ انت عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله، كل سنة طيبة. حضرتك طيب. عندي سؤال، ماذا يحدث؟ اتفضلي، ماذا كان يحدث؟ لحظة استاذ عبد المنعم يكتب معانا وفد. ماذا كان يحدث؟ لو لم تنسحب انجلترا. لو لم تنسحب انجلترا من فلسطين. من فلسطين. في 15 مايو 1948. تمام. لحظة. استاذ عبد المنعم بس يكمل. لو ما انسحبتش في 15 مايو، السؤال الثاني ماذا يحدث؟ ايوه. لما تستخدم المنظمات الصهيونيه العمليات الارهابيه، لو لم تستخدم المنظمات الصهيونيه العمليات الارهابيه السريه في الضغط على انجلترا. تمام. 1946. طيب، العمليات الارهابيه 1946. وعندي سؤال ما العلاقه؟ اتفضلي. وضح العلاقة بين تصريح بولفور وقيام إسرائيل 1948. العلاقة بين وعد بولفور وقيام دولة إسرائيل. ماشي، إيه تاني؟ شكرا. في حاجة تانية؟ شكرا. عينيا ليك يا ماما. حاضر، تابعينا وهنقول الإجابات. أستاذ عبد المنعم، إيه اللي يحصل لو إنجلترا ما انسحبتش من فلسطين 48 وقامت بإلغاء انتدابها؟ يعني أنت عارفين إن إنجلترا في اليوم اللي انجلترا الغت انتدابها ايه اللي حصل؟ اليهود اعلنوا عن قيام دوله ايه؟ اسرائيل. يبقى لم ينجح اليهود في الاعلان عن قيام دوله اسرائيل. خلاص، لم يتوغل الاسرائيليين شمالا وجنوبا، لان خلي بالكم لما تم الاعلان عن انسحاب انجلترا وفعلا انسحبت هنا، إيه شجع اليهود على ايه؟ ان هم يستولوا على كل الاراضي الفلسطينيه. اذا بالاضافه الى ايه، ما كانتش امريكا والاتحاد السوفيتي اعترفوا بقيام دولة اسرائيل، ما كانتش قامت حرب 8، يعني لم تقم حرب فلسطين 48 اللي هزمت فيها الجيوش العربية. يعني الحقيقة ده بالاضافة الى في الطريق للحرب 48 برضو نقول ايه، ما كانتش العصابات اليهودية نجحت في ان هي تعمل عمليات ارهابية ضد عرب فلسطين زي مذبحة دير ياسين. يعني كل دي ممكن ما كانش يحصل، لان بقاء الجيش الانجليزي في ارض فلسطين كان برضو عامل حاله من الامان للشعب الفلسطيني شويه، وبالاضافه الى ان هو كان بيمنع اليهود من الاعلان عن قيام دوله اسرائيل. تمام يا استاذ عبد. السؤال الثاني يا امنيه، ماذا يحدث اذا لم تستخدم المنظمات الصهيونيه العمليات الارهابيه ضد انجلترا 1946؟ اولا لازم الاول ننفي، يعني نلغي العمليات اصلا ونلغي النتائج المترتبه عليها. اولا، ما تم اغتيال اللورد موين وزير التمويل الانجليزي؟ لو ما كانش عملوا عمليات ما كانش قتل. اثنين، ما تم تفجير فندق الملك داوود بما فيه من نزلاء انجليز وضباط انجليز؟ ثلاثة، ما لجأت انجلترا الى الولايات المتحدة
وتم عقد اللجنة الإنجليزية الأمريكية 46. ما كانت قرارات اللجنة منحازة لليهود اللي هي بتنص على زيادة الهجرة اليهودية وفتح باب فلسطين. المهم ديت هنركز على انعقاد اللجنة، يبقى ما انعقدت اللجنة ونلغي كل قرارات اللجنة الإنجليزية الأمريكية. السؤال ده جه في الامتحان وبرضه الطلبة ما عرفوش يجاوبوه، يعني في بعضهم اللي هو مش مركزين، فاحنا قلنا لكم. شوف الأستاذ عبد المنعم بقى وسؤال العلاقة بين وعد بورفر وقيام دولة إسرائيل. بص، وعد بورفر هو الأساس القوي المتين اللي قامت عليه دولة إسرائيل، لأن بناء على وعد بورفر اليهود يعتبر الوعد ده قانون أصدرته إنجلترا ولازم ينفذ، وبناء عليه اليهود في المذكرة الصهيونية في مؤتمر الصلح في 1/2/19 طلبوا من أعضاء المؤتمر وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني، وفعلا تم وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني. وانجلترا بناء عليه بعد الانتداب عملت انجلترا اصدرت بقى الكتاب الابيض الاول والثاني والثالث، وشجعت اليهود على الهجره الى فلسطين واغتصاب الاراضي الفلسطينيه، وفي النهايه هذا ادى الى قيام دوله اسرائيل. تمام. طيب استاذ عبد المنعم، هنكمل مع بعض بقى الثورات يا ابنائنا، وكنا خلصنا ثوره 19 في مصر، هنخش بقى على ثورة 1920 في العراق. خلي بالكم ثورة 20 في العراق بقى لها مدة كبيرة جدا ما جاتش، وهي مستخبية صغيرة. ليها أسباب وليها نتائج. إيه هي أسبابها؟ أسبابها غضب الشعب العراقي من وضع العراق تحت الانتداب البريطاني، أو رفض الشعب العراقي وضع العراق تحت انتداب بريطاني بناء على اتفاقية سان ريمو. 2، رفض الشعب العراقي لسياسة الانتداب الانجليزي في العراق تأثرا بما حدث من سياسة الانتداب الفرنسي في سوريا. 3، بسبب تأثر الشعب العراقي بقيام ثورة 1919 في مصر. شفت احنا بنجيبها لكم ازاي الاسباب، وعلى فكرة هتلاقيها مستخبية. يبقى تأثر الشعب العراقي بثورة 19 في مصر. دي الأسباب. النتائج هما يعتبر ثلاث نتائج برضو. برضو أستاذ عبد المنعم ثلاث نتائج. طب يلا قولهم. اتفضل. يعني لو قلنا مثلا ثلاث نتائج تشكيل حكومة وطنية عراقية برئاسة عبد الرحمن الجيلاني. خلي بالك عبد الرحمن الجيلاني ده مستخبي. نتيجة هي. بالإضافة إلى تنصيب الأمير فيصل بن شريف حسين ملكا على العراق ولكن تحت الانتداب البريطاني. تمام. دي نتيجة تانية. النتيجة بقى هي بعيدة شوية بس هي تعتبر من نتائج الثورة، دخول العراق في مفاوضات مع انجلترا على طول كده. أقول إيه، انتهت بعقد معاهدة 1930 واللي فيها تم إلغاء الانتداب البريطاني على العراق. طب في جملة كده أستاذ عبد المنعم موجودة من ضمن نتائج الثورة، ظلت اليد العليا لبريطانيا في حكم العراق برضو. يعني ممكن تبقى نتيجة ايه رابعة. ما هي اصل لسه مش استقلال. ما فيش استقلال. تمام استاذ عبد المنعم. طيب نخش على الثورة بعد كده. والله يعني باذن الله الاسئلة دي، يعني انتوا كده احنا خدنا كل الثورات اهو اللي في المنهج. ثورة 1925 في سوريا. الثورة دي ليها كذا اسم، لاما ثورة سلطان باشا الاطرش، لاما ثورة جبل الدروز، لاما ثورة 25. هقول لكم الاسباب والاستاذ عبد المنعم يقول لكم النتائج. اسباب الثوره، بسبب رفض الشعب السوري لسياسه الانتداب والسياسه الاستعماريه الفرنسيه، والتي تمثلت في 1، قيام فرنسا بتمزيق سوريا الى عده دويرات صغيره ميكروسكوبيه. 2، قيام فرنسا بضم اجزاء من سوريا الى لبنان فظهر لبنان بحجم كبير. 3، قيام فرنسا بالسيطرة على الاقتصاد السوري وربط العملة السورية بالفرنك الفرنسي. رابع حاجة، قيام فرنسا بالسيطرة على الوظائف الإدارية الهامة، تعيين الموظفين الفرنسيين في الوظائف العليا في سوريا. يبقى هنتكلم على السياسة الاستعمارية هي سبب الثورة. نتائج الثورة مع أستاذنا أستاذ عبد المنعم. طبعا فرنسا عشان تخمد هذه الثورة اعتدت اعتداء وحشي على السوريين خاصة في دمشق، وهذا ادى الى يعني هياج الراي العام سواء في سوريا في العرب في العالم ضد فرنسا. ففرنسا غيرت سياستها من الشده الى اللين، اتبعت سياسه جديده اللي هي بقى سياسه الملاينه. فقامت فرنسا اول حاجه بتشكيل حكومه يعني وطنيه لسوريا وجمعيه تاسيسيه، واعلنت ان سوريا جمهوريه نيابيه
ده اللي اعلنته فرنسا في سياسه المولينا بتاعتها، ولكن هذه السياسه فشلت بسبب اصرار فرنسا على ان يظل لها اليد العليا في اداره حكم ايه سوريا، وعادت ايه يعني سوريا كما كانت تحت الانتداب الفرنسي. تمام. طيب استاذ عبد المنعم، بص بقى على ثوره 1935 اللي هي ما حدش كان عارف ان دي ثوره. قلناها من سنتين وبدا يعرفوا ان في ثوره، وليه كانوا ما كانوش بيعترفوا بثوره 1804؟ ولا خمسه، ما حطيناها في المنهج ولا خمسه سالفه. طب استاذ عبد المنعم بقى ثوره 35 كده وضحها لنا بالراحه صورة، عشان دي برضو مستخبيه اسبابها ونتائجها. اولا ثوره 35 طبعا هي ليها علاقه باحتلال ايطاليا لاثيوبيا. يعني شوفي الموقف فين، 1935 لما ايطاليا احتلت ايه اثيوبيا واصبحت اللي هي الحبشه، حدود مصر الجنوبيه مهدده بالخطر الايطالي سواء من ناحيه اثيوبيا جنوبا او ليبيا غربا. هنا زعيم حزب الوفد مصطفى باشا النحاس تاكد من قيام الحرب العالميه الثانيه على حدودنا، عشان كده النحاس طلب من انجلترا الدخول معها في مفاوضات لتحديد دور مصر في حاله قيام الحرب، لان النحاس خاف من ايه؟ ان انجلترا ترجع تستغل مصر مره تانية زي ما استغلتنا اثناء الحرب العالميه الاولى، فقال لا انا عايز دور مصر يبقى ايه في حاله قيام الحرب. ولكن تهربت انجلترا في الدخول في مفاوضات مع المصريين، وجه صمويل هور وزير الخارجيه البريطاني اعلن ايه؟ ان حكومه بريطانيا تفضل التعامل مع مصر بحريه. اول الشعب المصري ما سمع هذا التصريح انفجرت ثوره عام 1935 ضد انجلترا. طيب شكرا. وهنا بقى الأسباب. النتائج بقى بتاعت الثوره ابنائي، ان نتيجه للثوره قررت بريطانيا تعديل سياستها بسبب شعورها بقرب الحرب العالميه الثانيه، ووافقت على الدخول في مفاوضات مع المصريين لعقد معاهده 36. قام الملك فؤاد بالموافقه على الغاء دستور 30 والعوده الى دستور 23. خلي بالكم، يتفضل اخر حاجه عندنا اللي هي ثوره 36 في فلسطين، وانتم كلكم عارفينها اسبابها بسبب رفض انجلترا مطالب اللجنه العربيه العليا. نتائجها انجلترا استخدمت العنف، ثم دخلت في مفاوضات مع الزعماء العرب وقامت بارسال لجنه بيل. لجنه بيل اصدرت مشروع تقسيم فلسطين 37. استاذ عبد المنعم، احنا النهارده سعداء جدا بوجودك معانا. ربنا يخليك، متشكرين لجهودك النهارده، ونرجو ان يكون ابنائنا استفادوا من الاجابات والاسئله اللي احنا قلناها. أبنائي تابعونا دايما في مراجعات، مستمرين معاكم لغاية قبل الامتحان بيوم، وحتى نلقاكم لكم منا كل الأمنيات بالتوفيق والنجاح.